كمراجعة سريعة للسيشن اللي فاتت، كل اللي احنا عملناه ان احنا عرضنا انواع الانرجي اللي بتبقى موجودة في البومبنج سيستم. اتفقنا ان هما 4 انواع من الانرجي، في البريشر، في الهيت او لحظة، ايوه تمام، في البريشر الاليفيشن او البوتنشال، وفي الفريكشن، وفي الفلوستي. واتفقنا مع بعض ان الفلوستي بنعملها نيجلكت، وبناء عليه لما بنحسب الانرجي او لما بنحسب الهيد، لان ده بقى التحويله بتاعت الانرجي، لما بنحسب الهيد بنحسب الهيد بناء على البريشر والاليفيشن والفريكشن. وقلنا ان السيستم بتاعنا عباره عن سكشن لاين، وده الكونفيجريشن بتاعه، وبعد كده في البامب، وبعد كده الديستشارج لاين. حسبنا في الويبنار الاول الدلتا بي في السكشن لاين والدلتا بي في الديستشارج لاين بطريقتين، كل خط حسبنا فيه الدلتا بي بطريقتين. الطريقه الاولى لما اخذنا في اعتبارنا الماينور لوس، وهي الفيتنج اللي بتبقى موجوده في السيستم، والفيتنج دي كنا بنشتغل بالقانون ده، قانون الماينور لوس. الماينور لوس وكانت مشكلتنا في الكي اللي هي الماينور لوس كوفيشن، وقلنا ان في جداول بنشتغل بيها حسب نوع الفيتنج، سواء كان البو او بلف، احنا بنشتغل على الكي. والطريقه الثانيه لما اشتغلنا في البريشر دروب نفس الكلام، بس ما خدناش بقى في اعتبارنا الماينور لوس، اخدنا في اعتبارنا حاجه ثانيه اسمها الايكوفالنت لينس، ان كان عندنا الشارت ده او الفيجر ده. الفيجر ده موجود في مرجع المؤلف بتاعه اسمه لودفيج، فجبنا الفيجر ده ودخلنا هنا في النومينال دايمتر اللي كانت عندنا، وبعد كده شفنا نوع الفيتنج اللي موجوده، وبعد كده رسمنا الخط اللي هو الاحمر اللي موجود ده، الانتر اكشن اللي ما بين الخط الاحمر ده وما بين الخط اللي موجود هنا، وصلني لحاجه اسمها الايكوفالنت لينس. الايكوفالنت لينس معناها ان انا بحول الفيتنج اللي موجوده عندي ايا كان نوعها لماسوره لطول. وبعد كده قمت انا جمعت الاطوال كلها بتاعت المواسير، يعني مثلا انا عندي هنا 2 زائد 3 زائد 2، ده طول الماسوره، زائد الايكوفالنت لينس بتاع الالبو الموجود هنا، والايكوفالنت لينس الخاص بالجيت بار. طيب، وفي الاخر طلعنا تمام، طلعنا هنا الفريكشن لوس اللي هي دخلنا فيها اللينس الكلي، وبعد كده كان في النظام الاول لما احنا كان عندنا الماينور لوس جبنا الهيد لوس بناء على الفريكشن لوس زائد الماينور لوس زائد الاستاتيك هيد، وقلنا الخط لما يكون طالع فبنجمع، والخط لو نازل فبنطرح. وهنا عندي مثلا مثال، هنا 5 متر الخط طالع و5 متر تاني الخط نازل، ال 5 متر دي لما حولتها للفوت طلعت 16.4 فوت، ف 16.4 بالبوزيتيف و16.4 بالنيجاتيف، فلاشوا بعض، وبقى في الاخر عندي مثلا هنا الفريكشن لوس والماينور لوس، المجموع بتاعهم جاب لي الهيد لوس. طيب، دول نوعين من الانرجي. احنا اتفقنا ان في 3 انواع احنا بنشتغل بيهم، البريشر انرجي والاليفيشن او البوتنشال انرجي اللي هو ده ايه، اللي هو ده الاستاتيك هيد. واتفقنا ان في حاجه تانية اسمها الفريكشن انرجي اللي هو ده الماينور لوس والفريكشن لوس، او الفريكشن لوس لو ما اخدتش في حسبانك الماينور لوس وحولت طبعا الفيتنج لايكوفالنت. طيب، دول نوعين فريكشن واليفيشن. طيب، فين النوع الثالث؟ فين البريشر اللي احنا كنا بنتكلم عليه؟ البريشر بقى بيظهر امتى؟ بيظهر في الاخر خالص، لما انا باجي اقول ان التوتال اوتبوت بريشر مثلا في الخط ده، التوتال اوتبوت بريشر ايه هو بقى؟ التوتال اوتبوت بريشر بيظهر فيه الضغط اللي موجود هنا، الضغط اللي في اول الخط ناقص الانرجي النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم فوق، اللي هم دول 2 انرجي، دول نوعين. يبقى بقول هنا الضغط اللي هو بريشر انرجي ناقص الفريكشن انرجي،
وطبعا بيكون معانا هنا داخل الستاتيك انرجي او الاليفيشن انرجي. طيب يبقى كده ظهر معايا الثلاث انواع الخاصين بالانرجي، واتفقنا ان الفيلوسيتي ما بتبقاش مؤثره معانا فبنعملها نيجليكت. طيب دلوقتي يبقى انا لما استخدمت الثلاث انواع اللي هو ادي نوع وادي نوع والنوع الثاني اللي هو ده البريشر انرجي، قمت انا جبت في الاخر المحصله بتاعتي طلع الضغط اللي موجود في اخر نقطه في الديستشارج لاين. طيب ده لو انا عايز احسب البريشر دروب، لكن لما باجي بقى اتكلم على البامب نفسها واجي ادرس البامب، انا يهمني لما اجي ادرس البامب نفسها كافيشنسي للبامب، ككاركترستيك للبامب، كباور للبامب، فانا يهمني الضغط اللي على الطرد والضغط اللي على السحب. يعني انا ما يهمنيش الضغط البعيد ده، انا عايز الضغط اللي على الترومب على طول اللي هو على النوزل بتاع الترومب. يبقى انا اللي يهمني في المنطقه بتاعت الديستشارج يهمني الضغط اللي على الطرد اللي هو ال 5.7. ال 5.7 ده كان ده جيفن موجود عندنا في الاكزامبل، فحولناه ل 5.7 بدل ما هو بالبار حولناه بالهيد. فكان عندنا القانون اللي هو بريشر بيساوي رو جي اتش، فحولنا الضغط 5.7 للهيد، فطلع عندنا الضغط الهيد اللي موجود على الطرد بتاع البمب طلع ب 58 متر. طيب افتكر ان الهيد اللي على الطرد بتاع الترومبا طلع ب 58 متر، هنحتاج الرقم ده بعد شويه. نفس الكلام كنا عملناه في السكشن لاين، كنا جبنا برضو السكشن لاين لقينا ان كان عندنا بقى الضغط بتاع الانيشيال اللي هي الضغط اللي كان فوق هنا كان 1 بار، وجبنا الضغط اللي موجود اللوسز اللي موجوده في الخط ده، ان احنا دخلنا الانرجي اللي هو الفريكشن انرجي، ودخلنا الانرجي الثانيه النوع الثاني اللي هو الاليفيشن او البوتنشال انرجي، اتفضل عندنا النوع الثالث اللي هو البريشر انرجي. فظهر عندنا في القانون ده النوع الثالث بتاعنا، فلقينا ان كان فيه هنا في الانيشال 1 بار، يبقى ده البريشر انرجي ناقص النوعين بتوع الانرجي اللي كانوا موجودين عندي. طيب لقيت بقى ان الضغط اللي موجود عند السكشن نوزل بتاعت البامب لقيت ان الضغط 1 و11 بار. طيب جبنا الواحد وال11 بار دول قمنا حولناهم لمتر، حولناهم لمتر زي نفس القانون بتاعنا اللي هو البي بيساوي رو جي اتش، فواحد و11 بار لقينا في الاخر لقينا ان الهيد الخاص بالسكشن لاين طلع 11.3 متر. نفتكر برضو ان انا بقى دلوقتي عندي 2 هيد، هيد في السكشن وهيد في الديستشارج، وافتكر كمان ان الهيد اللي في السكشن دخل في الثلاث انواع بتوع البريشر بتوع الانرجي، البريشر والاليفيشن والفريكشن، وافتكر ان البريشر اللي موجود في الديستشارج ده اصلا هو بيقيس الخط اللي قدامه، فانا مش هحسب الدلتا بي، هو بيقيسها بطريقه مثلا لو انا عندي الترومبا دي عليها بريشر جيج، فالبريشر جيج القرايه اللي هيجيبها هي دي القرايه اللي بتساوي الثلاث انواع بتوع الانرجي، اللي هو عندي كان 58 متر اللي احنا جبناها كانت تحويله من 5.7 بار. طيب كان في الويبنار الاول كان عندي مشكله كنت لسه مكتشفها النهارده، ان لما انا حسبت الفريكشن فاكتور اللي هي الاف لما دخلت بالرينولد نمبر ودخلت بالريلاتيف رفنس طلع ان انا كنت كاتب رقم غلط، فانا عدت بس الارقام تاني، عدت الحسابات تاني بالارقام الصح، وفي الاخر كانت المحصله يعني ما فرقتش كتير. يعني مثلا كان هنا الهيد مثلا كان على السكشن كان تقريبا 11 متر، بقى هنا 11.3، يعني تقريبا ما فيش حاجه فرقت كتير، لان احنا قلنا قبل كده ان الاف اللي هي الفريكشن فاكتور بتبقى حوالين الاتنين من 100، فكنا تنزل شويه تطلع شويه، يعني مثلا هنا مثلا رقم طلع كام؟ 0.15، لو قربتها تبقى 2%. عشان كده في ناس بتستسهل وبدل ما تحسب بقى الرينولد نمبر والابسلون بالدي وتدخل على الكيرف اللي هو ده علشان تجيب منه الريلاتيف رفنس وتدخل على الكيرف ده عشان تجيب الاف، لا هي من الاخر كده بتفترض ان الاف 2 من 100، وزي ما اتقال برضه كان احد المهندسين قال في الويبنار الاول ان في فاكتور الشركات بتستخدمه ممكن مثلا 20% لغايه 30% كفاكتور
علشان يشيل الايرور اللي موجود في الحسابات بتاعتي. طيب ده اللي احنا عملناه في الويبنار الاول. هنعمل بقى ايه في الويبنار التاني بتاعنا؟ هندخل على السيميوليشن، هندخل على الهايسيز، وبعد كده هصمم الخط السحب وهصمم خط الطرد، وبعد كده هنشوف فرق الضغط اللي موجود في السحب وموجود في الطرد، عشان بس نقارن ما بين النتائج اللي طلعت عندنا في الهاند كالكوليشن اللي هما كانوا النوعين الهاند كالكوليشن، والنتائج اللي بتطلع من الهايسيز، عشان نشوف اذا كنا احنا شغالين كويس ولا شغالين غلط. هفتح دلوقتي الهايسيز عندي. انا عندي هايسيز دلوقتي، هايسيز 12. دي الـ given data اللي كانت موجودة عندنا اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. دي الـ interface بتاعت الـ hyces اول ما بيفتح، اللي هو الـ hyces 12، يعني مختلف شوية عن الـ hyces اللي قبل كده، بس مفيش حاجة مميزة. يعني انت لو بتشتغل على hyces قبل كده هتعرف تشتغل على ده، مفيش اي مشكلة. طيب هدخل على new، بعد كده new case، create new case. تمام، هدخل على الفلويد باكج، هختار نوع من انواع الفلويد باكج يعني مناسب معانا. ممكن نختار البنجر وينسون اس ار كي، يعني ده ما عندنا الوسط ميه، فما فيش مشكله لو اخترت اي نوع مثلا من الفلويد باكج. هدخل هنا الكومبوننت اللي عندنا اللي هي ال H2O. واضح ان في مشكلة عندي. طيب واضح ان في تاني اتضافت، بس ممكن يكون كان الهايسيز معلق شوية عندي. طيب انا ضفت دلوقتي المية، هدخل دلوقتي على السيميليشن. دي التول اللي احنا بنستخدمها في الهايسيز اللي هي البايب سيجمنت، فهجيب البايب سيجمنت هحطها هنا في البي اف دي اللي عندي. اللون بتاعها احمر، لون احمر يبقى في الهايسيز حاجه اسمها required information، حاجه لازم تتعمل مفيش مفر منها. يعني بالاكسبيرينس انت هتكون عارف ايه المطلوب عشان البايب دي نحل البايب او نشيل required information. لو مش عارف ممكن تشوف الرسائل اللي موجوده هنا اللي باللون الاحمر، او لو انت فتحت البايب سيجمنت هتلاقي ان في رسائل موجوده هنا باللون الاحمر. يعني مثلا هنا بيقول لي required feed stream، فهقول مثلا required feed stream مثلا stream 1 مثلا، required product stream عندي هنا مثلا stream 2، وبعد كده لازم يكون البايب عليها energy stream، والenergy stream مثلا هنا هسميه Q. طيب ايه معنى الenergy stream اللي بتكون موجوده على البايب؟ لو الماسوره دي حواليها تبريد، او لو حواليها تسخين، لان ممكن مثلا ماسورة حواليها كويل بخار، حواليها كويل كهرباء، حواليها كويل مية، كويل تبريد بفريون أو بربان، فده الانرجي ستريم اللي بيكون موجود عندنا في البايب. اوكي طيب بعد شوية احنا هنوقف زي الويبنار الأولاني، هنوقف وبعد كده نفتح النقاش شوية علشان لو حد عنده أي إضافة برضه يفيدنا بيها كلنا. طيب بعدين هدخل بقى على الانلت للبايب دي عشان أعطفها.
فهدخل البيانات اللي موجودة عندي، عندي الحرارة 30 درجة سليزيوس، وعندي البريشر 1 بار، وعندي الفلو عندي هنا الفلو 450,000 كيلوغرام بر اور، تاني 450 كيلوغرام بر اور. وبعد كده هدخل على الكومبوزيشن علشان اقول ان المول فراكشن للسريم ده 1 مية، يعني معنى كده ان هو 100% مية او بيور ووتر. خلاص السريم ده اتعرف، عرفت ازاي ان هو اتعرف، لقيت ان تحت هنا في رسالة ومكتوب رسالة بلون الاخضر ومكتوب اوكي، يبقى كده تمام. هدخل بقى على البايب عشان نشوف هندخل السايزنج بتاع البايب دي ازاي. اوكي، في البايب لما تدخل على حاجة اسمها ريتنج، ريتنج تاب، هدخل على ريتنج تاب هلاقي ان في بيج اسمها سايزنج، هلاقي ان في حاجة تحت اسمها بين سيجمنت، يعني ضيف قطعة جوه الماسورة دي، فهضيف قطعة، فدي أول قطعة أول سيجمنت موجود عندي، فبيقول لي الفيتنج هي فيتنج ولا بايب، فلا دي بايب. طيب اللينس بتاعتها عبارة عن ايه؟ لقيت ان انا عندي هنا اللينس 2 متر، 2 متر. هغير بس اليونتس عشان لما ندخل في السايز. اوكي، 2 متر اللي هي تعادل 6 و56% قدم. وبعدين الاليفيشن تشينج، هل في اي اليفيشن تشينج هنا؟ يعني ايه بقى اليفيشن تشينج؟ يعني انا لما بفرض الماسوره بفرض ان هي بتبدا من الديتم بتاعها هي نقطه البدايه، هل في اي تغير في الارتفاعات اللي موجوده على الماسوره دي؟ الماسوره دي فيها تغير. ايه التغير؟ ان هي بتنزل لتحت. الماسوره دي نقطه البدايه مش على استقامه مع نقطه النهايه. طيب ايه الفرق اللي ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه؟ الاتنين متر، لان هي نازله راسي. طيب طالما نازله يبقى الاشاره بالنيجاتيف، فهجيب هنا الاليفيشن تشينج هخليها ماينس 2، وغير اليونت هخليها ماينس 2 متر. ماينس 2 متر ده هي تقريبا ست برضه ماينس 6 و56 مم. طيب الماسوره دي ليها سايز، دبل كليك بقى في الاوتر دايمتر او الانر دايمتر، دبل كليك هلاقي الويندو دي ظهرت عندي، هختار هنا نوع السكيدول بتاع البايب. السكيدول البايب بيبقى ليها كذا سكيدول حسب البريشر اللي بيبقى موجود في اللي بتشتغل بيه. ولو اتكلمنا ان الكومون سكيدول اللي بيبقى موجود في الصناعه بيكون مثلا سكيدول 40، فهختار سكيدول 40. وبعد كده لقيت ان في حاجه هنا اسمها النومينال دايمتر اللي هو اللي هو القطر الاسمي، لا هو القطر الداخلي ولا هو القطر الخارجي. طيب هختار النومينال دايمتر، عندي في الاكزامبل بتاعنا 8 انش، يبقى انا هختار عندي هنا 8 انش. طيب وبعدين البايب ماتيريال، انا عندي هنا المايلد ستيل او الكوميرشال ستيل، عندي هنا برضه نفس الكلام المايلد ستيل. ولو خدت بالك ان الرفنس نفس القيمه اللي موجوده هنا، لان هنا 0.0015 فوت، هنا 1.5 من 10، في 10 اس ناقص 4 نفس القيمه على فكره. يبقى معنى كده احنا شغالين صح لغايه دلوقتي، كل البيانات اللي موجوده عندنا في الاكزامبل احنا بنعرضها في الهايسس. طيب خلصت، هقفل دي، وده الشكل اللي ظهر عندي. طيب وبعدين ايه اللي بعد الماسوره دي؟ لقيت ان في هنا البو 90 درجه، فاقول ابن سيجمنت تاني عشان نضيف قطعه تانيه في الماسوره بتاعتي، فهقول ابن سيجمنت، فضاف قطعه جديده، بس القطعه الجديده دي مش بايب، ده البو. فهفتح السهم اللي موجود هنا ده وهكتب حرف اي، لقيت ان انا عندي البو 90، وكان المثال بتاعنا البو 90 لونج راديوس، فاخترتها زي ما هي. طيب وبعدين هل ده ليه لينس؟ لا ملوش، هو ما بيعتبر ان الفيتنج ملهاش لينس، لان الهايسس لما بيشتغل بيشتغل على القانون اللي فيه الماينور لوس اللي هو فيه الكي فاليو. طيب هنيجي هنا بقى ايه المطلوب؟ مطلوب الانر دايمتر. هنا بقى نيجي لقصه ثانيه، لو الماسوره والفيتنج، لو الماسوره والفيتنج نفس الدايمتر، يعني مثلا الاثنين متوصلين ببعض بفلانشه او بالحام، معنى كده ان الانر دايمتر بتاع الماسوره هو هو الانر دايمتر بتاع الفيتنج، هو هو. طيب ممكن يكون في اوبشن ثاني،
ممكن يكون الدايمتر بتاع الماسوره اقل من الدايمتر بتاع الفيتنج، والاثنين بيبقى فيهم الاووز، فالالاووز او السكرو اللي موجود ده مع بيربط الماسوره، الماسوره بتدخل جوه الفيتنج. يبقى في الحاله دي الانر دايمتر بتاع الفيتنج هو الاوتر دايمتر بتاع الماسوره. كده الوضع اختلف. او ممكن يكون العكس، ممكن يكون الالبو، بس ده مش منتشر، ممكن يكون الالبو هو اللي بيدخل جوه الماسوره كالاووز خارجي للالبو. يبقى معنى كده ايه؟ ان الاوتر دايمتر، معنى كده ان الانر دايمتر للماسوره هو الاوتر دايمتر للالبو، بس ده قلنا ان ده مش منتشر. طيب يبقى احنا عندنا تو اوبشن، اما ان انا اخد الرقم ده اعمل له كوبي واحطه هنا، يبقى الانر بتاع البايب هو هو الانر بتاع الالبو. ده في حاله ايه؟ في حاله الاثنين مربوطين مع بعض بالحام او مربوطين مع بعض بالفلانشات. طيب لو الاثنين بقى، لو في الماسوره، لو الماسوره دخلت جوه الالبو، وده ده استخدامات برضه بتبقى موجوده في صناعه، الماسوره بتدخل جوه الالبو. بتدخل ازاي الماسوره جوه الالبو؟ لو دخلت بالسكرو او اللي هو الالووز او الزرجنه، الزرجنه اللي هم زي عاشق ومعشوق كده دخلوا بعض. طيب يبقى عندك هنا اما ان انت تاخد الرقم ده كنترول سي وتحطه هنا كنترول في من الكيبورد، او تاخد الرقم ده كنترول سي وتحطه هنا كنترول في. الاغلب في الصناعه ان المواسير والفيتنج بيتربطوا مع بعض بالفلانشات او بالحام، فهاخد الانر دايمتر بتاعت البايب وهحطه هنا، يبقى نفس الانر دايمتر للقلب. طيب وبعدين انا كده خلصت القلب، ايه تاني؟ هقول ابن سيجمنت تاني، هقول ابن سيجمنت هلاقي ان ظهر معايا قطعه جديده هنا. طب القطعه دي بايب ولا فيتنج؟ لا دي بايب، اللي هو الجزء ده اللي هو 3 متر. خلاص يبقى انا هختار دي بايب، وبعد كده هقول هنا 3 متر اللي هي تعادل 9.8 فوت. طيب هل ده في الفيشن تشينج؟ لا، دي نقطه البدايه ونقطه النهايه على استقامه واحده، الاثنين على ديتم واحد، ديتم من نقطه البدايه بتاعتها يعني، يبقى الاليفيشن تشينج بزيرو. هسيبها فاضيه مش هغير فيها اي حاجه. طيب وبعدين دبل كليك، هختار سكيدول 40 واختار السايز بتاعي ده 8 بوصه وهسيبها، هقفل الصفحه دي كويس. طيب وبعدين هل في عندي حاجه ثانيه؟ اه في البلف ده. طيب ابن سيجمنت تاني، لقيت في قطعة تانية ظهرت عندي. طيب ايه ده؟ ده بلف. عادة البلوف اللي بتكون على السكشن للبمب بتكون جيت فولف، فهختار هدوس على حرف جي عشان يعمل سيرش لجيت، فلقيت عندي جيت فولف فول اوبن 1 كوارتر اوبن 3 كوارتر. عادة او مش عادة، دايما البلوف الجيت فولف اللي بتكون موجودة على سحب وطرد طنبات بتكون فول اوبن، فول اوبن البلف بالكامل بيكون مفتوح. حتة بقى ان البلف يتقفل شوية اللي هي بتبقى موجودة برضه في ناس بتعملها، ده غلط لان ده طبعا بيأثر على البلف. فانا اخترت جيت فولف اوبن اللي هو فولي اوبن. هاجي نفس القصة عندنا هنا الانر دايمتر، القصة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. فهفترض ان الماسورة والبلف مرتبطين ببعض بفلانشات او بالحام، فيبقى الانر دايمتر للبايب هو هو الانر دايمتر للبلف، فهدوس هنا على الرقم ده كنترول سي وهنا كنترول في. طيب وبعدين عندي هنا ماسوره ثانيه اللي هي ال 2 متر، نضيفها ازاي؟ في بقى مش هعمل بقى هنا الابن سيجمنت، هدوس على البايب، هدوس على البايب وهلاقي في حاجه عندي هنا اسمها كلون سيجمنت. كلون سيجمنت اللي هو بياخد البايب دي نفس الداتا بتاعتها ويعمل لها كوبي في اخر البايب عندنا، يعني اخر السيستم اللي موجود عندي ده. فلو دوست على اي سيل هنا ودوست كلون، لقيت ان دي ظهرت عندي، ولقيت ان الارقام والبيانات اللي هنا هي هي اللي كانت موجوده هنا. طيب ده مش صح لان انا عندي هنا المقاس 2 متر، هعدل في المقاس ده هخليه 2 متر. طيب كده انا عرفت البايب بتاعتنا كان خط نازل، وبعد كده البو 90 خط ماشي ده كان 3 متر، وبعد كده فيتنج اللي هو البلف، وبعد كده خط ماشي كان 2 متر. طيب انا كده عملت سايزنج للخطوط
بتاعي للخط وبالفيتنج اللي عليه. طيب وبعدين في بقى حاجة تانية هنا اسمها الهيد ترانسفير، في بي اتش هنا اسمها الهيد ترانسفير. هدخل في الهيد ترانسفير وبعد كده في الاستيميت هيد ترانسفير كوفيشن، استيميت هيد ترانسفير كوفيشن ده بيدرس تأثير الامبيانت الوسط اللي موجود حوالين الماسورة على السطح الخارجي للماسورة، وبعد كده السطح الداخلي للماسورة، وبعد كده بالتالي هيأثر على الفلويد نفسه. يعني انت ممكن يكون عندك الخط ده ممكن يكون متعضد مثلا هنا او مدفون في الارض، فبنختار هنا الامبيانت ميديوم، بعمل تشيك هنا مثلا واختار الامبيانت ميديوم جراوند، او مدفون في ده متعرض للهواء او مدفون في الميه. طب لو مدفون في الارض، لو الخط ده بتاعي مدفون في الارض، الارض دي نوعها ايه؟ الارض دي تلج ولا رمله ولا صحراء ولا ايه وضعها بالظبط؟ فانت بتختار نوع التربه اللي موجوده حوالين الخط. طيب وبعدين الكوندكتيفيتي، الوسط الموجود حوالين الماسوره ده بيبقى ليه كوندكتيفيتي، هو في دي ارقام بتبقى متخزنه جوه الهايسيس، لو عايز تغيرها براحتك تغيرها. طيب وبعدين الخط ده موجود تحت الارض بعمق قد ايه؟ ده ان ممكن يكون تحت الارض بعمق 2 متر او نص متر او 500 متر، الله اعلم. فانت بتكتب هنا العمق اللي موجود بتاع البايب دي تحت الارض. طيب نفس الكلام لو انت اخترت مثلا الووتر، فالووتر دي انت بتكتب سرعه الميه اللي بتبقى حوالين الخط دي. ماشي، مش عايزين الكلام ده اصلا، انا مش هعمل تشيك جنب العلامه دي خالص. طالما ما عملتش تشيك فهو بيفترض ان هي هوا وما بتاثرش على اي حاجه. طيب وبعدين تعمل تشيك هنا لو الخط بتاعك ده معزول، بتختار هنا نوع العزل الحراري، نوع العزل اللي موجود على الخط. يعني ممكن يكون الخط مثلا العزل في الجلاس بوك ده، جلاس بلوك ده بيبقى مشهود شويه، وفي الفوم، وفي طبعا ممكن كونكريت، ممكن يكون خط حواليه خرسانه. بعد كده بتقول هنا السلم الكوندكتيفيتي بتاعت الميديا اللي موجوده حوالين الخط، او بتسيب رقم الديفولت اللي هايسيس بيقول لك عليه، وبتكتب هنا السيكنس السمك للماتيريال دي، العزل اللي بيكون موجود حوالين الخط، وتعمل هنا تشيك عشان يتاخد الموضوع ده معاك في الاعتبار في الحسبان يعني. طيب احنا مش عايزين القصه دي كلها. طيب الهايسيس عايز يحل ازاي؟ فهقول الامبيانت تمبريتشر، امبيانت تمبريتشر تقريبا 30 درجه سيليزيوس، هنقول ان دي درجه الحراره الطبيعيه بتاعت الجو، وهقول ان المواصفات بتاعتنا دي كلها ايا كان اللي انت هتختاره فيه بيبقى نوعين، حاجه اسمها جلوبال وحاجه اسمها باي سيجمنت. الجلوبال يعني بيفترض ان الخط بالكامل، البلوف بتاعته بالكامل والفيتنج والخط اللي هو اللي كان في المثال عندنا هنا ال 2 متر وال 3 وال 2 متر كلهم بنفس المواصفات، كلهم تحت الارض وانت اخترت تحت الارض، كلهم تحت الميه لو اخترت تحت الميه. لكن في نوع تاني بقى، في اوبشن تاني اللي هو الباي سيجمنت. الباي سيجمنت دي لا، الوضع بقى اختلف ساعتها، هندخل في هنا في حاجه اسمها السيجمنت، سيجمنت هيت ترانسفير كوفيشنت. سيجمنت هيت ترانسفير كوفيشنت انت بتختار بقى الامبيانت تمبريتشر بتاعت كل وسط كل خط، لان ممكن يكون خط طويل شويه جايب مثلا من السويس لاسكندريه مثلا، زي خط سوميد مثلا جايب من السويس لاسكندريه، فتقول مثلا الخط ده ماشي شويه مثلا في على الاسفلت، شويه ماشي تحت الارض، شويه ماشي في الصحراء، لو خط اكبر شويه ماشي مثلا في منطقه جليديه، فيبقى الوسط مختلف، يبقى الهيت ترانسفير، الهيت ترانسفير كوفيشن برضه مختلفه. ده لو انت عايز تعمل تفاصيل اكتر. طيب ها انا هقول هنا هسيبها جلوبال، وانا اللي هخلي الهايسيس هو اللي يحسب الهيت ترانسفير كوفيشن، انا ما عنديش التفاصيل الزياده دي. وهقول الحراره هنا 30 درجه سيلسيوس، وبعد كده هقول انكلود بايب وول، انكلود بايب وول. عملت الموضوع ده لقيت الرساله هنا اوكي، وجاب لي اوكي او كونفرجت او سولفت، جاب لي هنا رساله بجرين، يبقى كده تمام الوضع عندي كويس. ولقيت ان البايب بقى متحوطه بلون اسود، ولقيت الخط السحب وخط الطرد بدارك بلو، يبقى كده الوضع عندي كويس. طيب بعدين نعمل ايه بقى تاني؟ هفتح الخط بتاعنا، هدخل على حاجه اسمها ديزاين، ديزاين تاب، هدخل على بارامتر بيج، هجيب بقى الرقم ده. هو ده بقى الرقم ده المهم بالنسبه لي، هي الدلتا بي او البريشر دروب خلال الخط ده. فلقيت البريشر دروب كاتب لي هنا ان هي تعادل ناقص 1.117 بار، ناقص 1.117 بار. طيب
بعدين ندخل بقى في المثال بتاعنا، نشوف هل الضغط ده اللي احنا عملناه قبل كده ولا لا. لقيت ان في الطريقة اللي انا اشتغلت بيها بالماينور لوس لقيتها ناقص 0.11 بار. هو مطلعها بتفاصيل اكتر طبعا عشان سوفت وير، يعني معنى كده الارقام كويس، ارقام قريبه جدا من بعض. طيب ندخل بقى في الطريقه الثانيه اللي هي كانت الايكويفالنت لينس، نشوف الايكويفالنت لينس كنت جايب بالبريشر بكام. لقيت البريشر ب بوينت ماينس، طبعا لان كان في خط نازل لتحت، ماينس 0.13 بار، برضه قريب من اللي الهايسس حسبه. كده احنا شغالين كويس، كده احنا شغالين صح. طيب وبعدين نجيب بقى الخط الثاني ازاي. اولا هفترض ان انا عندي بامب، دي التول بتاعت البامب، جبت البامب هنا. البامب بتحتاج انلت ستريم او ستريم، وبتحتاج انرجي ستريم او الكهرباء او الطاقه اللي داخل البامب اللي هو الحركه الدورانيه اللي بتحرك البامب. وبعدين هجيب طبعا السيجمنت تاني اللي هو الديستشارج لاين، هوصل بقى الديستشارج بتاع الترومبا للخط الضغط، وهخرج من الماسوره اللي هو الاوتلت بتاع الماسوره، والماسوره دي بيدخل لها برضه عندها انرجي ستريم، والانرجي ده ممكن يكون تبريد او تسخين ايا كان الوضع. طيب وبعدين لقيت ان المثال اللي كان موجود عندنا، لقينا ان الضغط اللي موجود على الديستشارج بتاعت الترومبا 5.7 بار، هو ده الضغط اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. وبعد كده لقيت ان السايز ده كله 6 بوصة. ماشي كويس. هفتح الخط اللي هو على الديستشارج وهكتب هنا 5.7 وهختار من اليونت بار. تمام، يبقى كده الخط خلاص كونفرجد، اتحل، مفيش اي مشكله عندي. يبقى معنى كده مجرد ان انا اعرف السايز للديستشارج لاين هيتعرف بقى الضغط اللي خارج وهيتعرف الدلتا. طيب نفتح البايب بتاعتنا، وبعد كده زي ما عرفنا هدخل على الريتنج، هدخل على السايزنج، وبعد كده اقول اول حاجه بين سيجمنت. بين سيجمنت بيقول لي اول قطعه عندك هنا دي بايب ولا فيتنج؟ لا دي بايب. اللينس بتاعها ايه؟ اللينس بتاعها 2 متر. هل في الفيشر تشينج؟ لا مفيش الفيشر تشينج عندي. طيب دبل كليك بالنسبه للماتيريال والدفنس هي هي مش هتتغير، ده في المثال يعني عندنا. طيب دبل كليك عشان اعرف الدايمتر، هختار الكومون عندنا السكيدول 40، ده اللي في الاكزامبل، ممكن يكون عندك الوضع مختلف. وبعد كده النومينال دايمتر عندنا في الاكزامبل 6 بوصه، ده النومينال دايمتر. طيب وبعدين عندي هنا ايه؟ عندي هنا تشيك فالف، يبقى بين سيجمنت هختار من هنا التشيك فالف. لقيت ان انا عندي تشيك فالف في كذا نوع، في ديسك ليفت سوينج، قلنا في الويبنار الاول ان اشهر انواع التشيك فالف اللي هو موجود على الديستشارج الخاص بالتومبات، لقينا ان هي سوينج تشيك فالف، اخترنا النوع ده. ونفس الكلام هنا بيقول لي طريقة الكونكشن اللي ما بين الفيتنج وما بين البايب، فهقول ان الاثنين متوصلين ببعض بالحام او بفلانشات، يبقى الانر دايمتر بتاعت البايب هي الانر دايمتر للتشيك فالف. طيب وبعدين هقول ان انا عندي برضه خط تاني اللي هي الوصلة الصغيرة دي، مش هعمل بقى بين سيجمنت، هدوس على البايب واقول كلون سيجمنت، واختار هنا هكتب هنا المقاس الجديد اللي هو 1 متر السايز، نفس الكلام. طيب وبعدين في عندي بلف اللي هو الجيت فالف اللي على الديستشارج، هقول بقى مثلا هنا بين سيجمنت، واختار من هنا النوع اللي موجود عندي ده فيتنج وده جيت فالف، يبقى اوبن جيت فالف اوبن. وهعمل نفس الحركة ان انا هقول الانر دايمتر هنا هو الانر دايمتر هنا. وبعد كده عندي البايب الثانية دي 3 متر، هجيب بايب هنا اي بايب وهقول كلون، فهاجي هنا هقول دي 3 متر وهسيب السايز بتاعها زي ما هو. وبعد كده هقول بن سيجمنت عشان اضيف هنا في البو 90 درجة لونج راديوس، يبقى اختار من هنا البو 90 درجة لونج راديوس،
وهعمل نفس الكلام في موضوع ال inner diameter. وبعدين لما ندخل في المثال بتاعنا ده هلاقي ان في خط هنا 5 متر، اي بايب عندك دوس عليها وبعد كده كلون سيجمنت، لقيت ان دي ظهرت عندي، هعدل بس الطول بتاعها خليها 5 متر. وبعدين لقيت ان هنا في البو 90 درجة، وانا كان عندي قبل كده البو كان 90 درجة لونج ريديس، يبقى انا هدوس على اي سل في الالبو 90 درجة واقول كلون، يبقى هو الضعف عندي هنا في الاخر. طيب وبعدين عندي بايب تانية بس طالعة لفوق، هجيب اي بايب واقول كلون، ظهرت عندي في الاخر، الابعاد بتاعتها مختلفة، لقيت ان هنا الطول بتاعها 5 متر، والماسورة دي فيها elevation change، دي طالعة لفوق، طالعة لفوق يبقى زائد الارتفاع اللي هي طالعة، فهي طالعة برأسي يبقى زائد 5 متر. تمام، يبقى هي كده اتعرفت. وبعدين عندي برضو البو 90 درجة، هاجي عند الالبو 90 واقول كلون، خلاص يبقى هي كده ظهرت معايا ال 90 درجة. وبعدين في ماسورة عندي هنا 3 متر، هجيب عندي بايب هنا اقول كلون، ظهرت البايب، هغير السايز بتاعها خليها 3 متر. وبعدين عندي ده البو بس 45 درجة، فهقول ابن سيجمنت جديدة واختار من هنا البو 45 درجة لونج ريديوس، وهعمل نفس القصة الانر دايمتر هي الانر دايمتر. وبعد كده عندي فيه هنا خط اللي هو المايل ده 8 متر، فهجيب بايب وهقول كلون، حاجة في البايب دي هقول الطول بتاعها 8 متر، ولكن البايب دي ليها elevation change، elevation change دي نازلة لتحت، نازلة لتحت بقد ايه؟ نازلة لتحت بخمسة متر، طولها 8 لكن نازلة لتحت بخمسة، يعني معنى كده ان هي نازلة بميلة، نازلة بزاوية. طيب يبقى انا هاجي هنا طالما نازلة لتحت يبقى ماينس، وهكتب الاليفيشن اللي نازلة يبقى ناقص 5 متر. تمام، وبعدين عندي في الاخر هنا البو 45 درجة، انا عندي هنا البو 45 درجة اقول كلون، يبقى كده ظهر عندي الالبو. وفي الاخر عندي ماسورة هنا صغيرة 3 متر، هاجي هنا في البايب وهقول كلون، وهغير السايز بتاعه واخليه هنا 3 متر، يبقى انا كده عملت السايزنج، رسمت البايب كلها، عملت الكونفيجريشن بتاع البايب. طيب فرضا ان وانت شغال عايز تضيف سيجمنت بس مش يمين، مش عايز تضيفه في الاخر، عايز تضيفه مثلا ما بين 1 وما بين 2، في حته في النص انت نسيتها او حاجه انت عدلتها، مش هحذف كل ده واعيد ارسم من الاول، بيبقى عندي بقى حاجه ثانيه اسمها انسرت سيجمنت. انسرت سيجمنت دي بقى مش ابند سيجمنت، ابند دي بيحط سيجمنت بس في الاخر خالص، في اخر السيستم اللي موجود عندي، لكن انسرت سيجمنت لو انا دوست بقى على رقم 2، لو دوست على رقم 2 وقلت انسرت سيجمنت، فهيبقى في سيجمنت ما بين 2 دي بقى 3، السيجمنت الجديده هي دي السيجمنت اللي ظهرت عندي، يبقى دي الانسرت سيجمنت. طيب برضه ممكن تعمل سيجمنت في الاول خالص، ان انت تدوس على 1 وتقول انسرت سيجمنت، هيعمل سيجمنت قبل 1. طيب ايه بقى فيو؟ فيو دي اللي هي كانت الدبل كليك اللي انا كنت بدوس على الدبل كليك عشان اقول السايز، لو دوست فيو هتلاقي نفس الويندو ظهرت عندك. طيب ديليت سيجمنت دي واضحه جدا ان انا اقف على اي سيل موجوده، لها السيل السيجمنت دي انا مش عايزها فاقول ديليت، فخلاص اتحذفت. كلون خلاص انت عرفت كلون دي بيعمل كوبي للسيجمنت الموجوده اللي انت واقف عليها وبينقل نسخه جديده في اخر السيستم اللي موجود. كلير بروفايل خلاص انت بتحذف بقى كل حاجه موجوده عندك. طيب عرفنا السيستم بتاعنا، انا مش عارف مثلا هعمل ايه بعد كده، لقيت ان في رساله لون اصفر موجوده تحت، ده لون اصفر في الهايسيس اسمها اوبشنال انفورميشن او وارنينج، يا تحذيري اوبشنال انفورميشن، فبيقول لي هنا ان في هيت ترانسفير انفورميشن اندر سبيسيفايد، فلقيت ان في بيج عندي هنا اسمها هيت ترانسفير هيت ترانسفير، فهدخل على استيميت هيت ترانسفير كوفيشنت، ده لو انا ما عنديش الهيت ترانسفير كوفيشنت، فهقول هنا مثلا حراره الجو 30 درجه سليزيوس، والماسوره بتاعتي دي ولا معزوله ولا عايز احسب فيها اي حاجه ولا مدفونه في الارض، فهعمل تشيك
في المكان ده اللي هي include pipeWall، لقيت ان عندي الوضع بقى تمام واوكي وconverged ورساله بلون اخضر. طيب لو دخلت بقى على performance، لو دخلت على تاب اسمها performance سواء في البايب دي او في البايب الثانيه، هلاقي ان في جدول ظهر عندي هنا بيقول ان كل جزء الطول، البعد ما بين النقطه اللي انا بدات عندها لغايه اخر نقطه في الديستشارج والاليفيشن تشينج اللي موجود عندي. طيب مش عايزين الكلام ده، ممكن تلاقي حاجه تحت هنا، ده الافضل بقى ان انت تقول فيو بروفايل. فيو بروفايل لقيت ان الويندو دي ظهرت عندي بيدرس كل جزء في المواسير بقى، يعني بص مقطع الديستشارج عندنا هنا لنقط كتير قوي، وكل جزء بيدرس الاليفيشن تشينج والبريشر اللي موجود لغايه في الاخر خالص لما بيدرس الفلوستي. فين الفلوستي؟ اهي لقينا دي الفلوستي اللي بتبقى موجوده في كل جزء في الماسوره بتاعتنا. طيب الفلوستي دي طبعا مهمه انك تبص عليها. ايه تاني برضه بيكون مهم؟ الفيبر فراكشن. الفيبر فراكشن انت بتحتاجها ليه؟ ان فرضا ان انت عندك مثلا ستيم، والستيم ده المفروض ان هو يكون غاز في صوره غازيه، صوره فيبر. طيب الستيم ده لو ماشي في ماسوره طويله شويه والماسوره دي مش معزوله كفايه والجو برد شويه حوالين الماسوره دي، انت طبعا بتحط الامبيانت تمبريتشر، فهيبدا يظهر كوندنسيت في الماسوره. انت بقى لما بتجيب البروفايل، الصفحه بتاعت البروفايل دي، تقدر تحدد فين المكان بالظبط اللي بدا يحصل فيه الكوندنسيشن. نفس الكلام في الغاز، لو انت عندك غاز والغاز ده مع حرارة الجو ممكن الغاز ده يحصل له تسييل ده يبقى يتحول ليكويد، فبتشوف فين النقطة تحديدا اللي في الماسورة كلها اللي بدأ يحصل فيها كوندنسيشن. طيب يبقى دي البروفايل دي جميلة قوي، ممكن احنا نبص عليها، لان في حاجة فوق هنا اسمها البلوت. البلوت ده تشارت بيترسم في بناء على الاليفيشن تمبريتشر، تغير الحراره اللي موجود على الماسوره، تغير البريشر اللي موجود في الماسوره بتاعتنا، الفيبر فراكشن لو في تغير في الفيبر فراكشن بيوضح معاك، وحاجات تانية كتير. طيب مهم بالنسبه لي مثلا الاليفيشن، انا شخصيا بعد ما برسم البايب بحب ان انا ادخل على الاليفيشن عشان اشوف شكلها عامل ازاي، فده شكل الاليفيشن. انا بس هغير الدايمنشن او المينيمم والماكسيمم بتاعت الاكسس اللي موجود عندي، فهقول رايت كليك وهختار هنا الاليفيشن، هختار هنا الاكسس، هختار الاليفيشن هنا، اشيل الاوتو سكيل، وهختار هنا مثلا اخليها ماينس مثلا 1 عشان بس الخط يطلع لفوق شويه، والنهايه مش هخليها مثلا النهايه مثلا مش هحسبها زي ما هي. بالنسبه للبروفايل اللي هو ده الطول بتاع الماسوره كلها، هخلي مثلا البدايه برضو مثلا من ناقص 1 تمام، وهسيبها هنا ماشي. الشكل كده مش واضح كويس، فممكن اجي هنا في داتا واجيب اختار نوع الخط ماشي ده سوليد، وازود السيكنس بتاعه مثلا اخليه 3، فلقيت ان السيكنس بتاع الخط زاد. طيب ده مفيد بالنسبه لي في ايه؟ هجيب دي كده وهجيب الباوربوينت بتاعتنا وهوريك الخط بتاعنا. الخط ده الخط اللي احنا كان موجود عندنا في الباوربوينت ده رسمه 3 دي ظاهر فيها الجزء التغير في التغير الدايركشن اللي في الهوريزونتال، تغير الدايركشن الهوريزونتال، يبقى ده 3 دي. طيب بالنسبه للهايسي لما بيجي يرسم ما بيبينش تغير الدايركشن اللي موجود في الهوريزونتال، لكن بيبين الجزء الفيرتيكال، فواضح ان كان في الرسمه بتاعتنا هنا مثلا في الباوربوينت كان واضح ان الخط طالع فوق ومشي شويه وبعد كده نزل بميله، ده بالظبط اللي ظهر عندنا في هنا في الهايسيس، الخط طلع لفوق مشي شويه ونزل بميله بالظبط كده. يبقى الهايسيس بيرسم الاليفيشن وبيرسم تحت البروفايل، البروفايل ده اللي هو اللينس بتاع المواسير كلها، الطول كله بتاع المسار، المسار بالكامل. طيب هقفل دي مش عايزها. تمام هرجع تاني للديزاين، هدخل في حاجه اسمها البارامتر
يهمني برضو الموضوع ده اللي هي البريشر دروب. لقيت ان البريشر دروب بيقول لي هنا ان انت عندك الضغط الدلتا بي اللي على الماسوره دي كلها 1.557. طيب 1.557 نشوف احنا كنا حاسبينها بكام اصلا في الويبنار. لقينا ان هي ب1.64، ده الرقم اللي احنا حسبناه بالطريقه اللي اخذنا في اعتبارنا فيها الماينور لوس 1.64، لكن في الهايسيس 1.557. طيب تعال نشوف الطريقه الثانيه اللي هي كان فيها الايكوفالنت لينس، لقينا ان هي 1.4، برضه من 1.4 ل1.64 ل1.5556، ففروق مش كبيره. فلقينا في الاخر دي المحصله، لقينا محصله ان خط السحب لما جيت حسبت بريشر دروب لقيته ماينس 1.1 لما كان في حسباننا الماينر لوس، لما اشتغلت بالايكوفالنت لينس لقيتها ماينس 0.13، لما اشتغلت بالهايسيس لقيتها ماينس بوينت. دي كانت في الهايسيس كام؟ هي طبعا الارقام بالنسبه لي هتختلف، لان طبعا الفيرجن اللي انا كنت اشتغلت عليها في الاول غير الفيرجن دي، فهنا ماينس 1.1، يبقى انا هنا هكتب التغير الجديد بقى في الهايسيس ماينس 1.1، ودي على ما اتذكر كانت 1.56. يبقى بالنسبة بقى لخط الديستشارج لقيت انها حسبتها بالماينر لوس 1.64، بالايكوفنتنس 1.4، بالهايسيس لقيتها 1.56. طيب معنى كده ان احنا شغالين كويس في في طريقة الحساب في البريشر دروب سواء بالهاند كالكليشن او بالهايسيس. طيب نشوف بقى الهايسيس اصلا لما بيحسب بناء على ايه. لو دخلت اصلا على العلامة دي اللي هي الهلب، او لو دوست اف واحد من الكيبورد عندك وبعد كده كتبت في الهيلب ده الاوفلاين هيلب بتاع الهايسيس، كتبت فيتنج عشان تشوف السبجكت الريليتد للموضوع بتاعنا ده، فهلاقي ان في حاجه اسمها سبيسفاينج، ايوه سبيسفاينج الديتيلد بايب فيتنج، انا هدوس عليها اشوف دي بتتكلم على ايه. هنا في الهايسيز العلامه الكلمه اللي انت بتعمل عليها سيرش بيعمل لها هايلايت، لو عايز تشيل هايلايت ده في العلامه اللي هي موجوده هنا دي بتشيل ريموف الهايلايت، دوست عليها ريموف هايلايت. ننزل بقى تحت هنا ده المفيد بتاعنا، لقينا ان هنا البايب والفيتنج اللي موجوده عندنا كلها مثلا زي هنا ال 90 مثلا البو 90 لونج راديوس، لقينا ان الكي اللي بيستخدمها الهايسيس موجوده في مرجع اللي هو البيري، ده مرجع مشهور بالنسبه للهندسه الكيميائيه، مرجع بيري الاصداره الخامسه الجدول الخامسه 19 موجود في القيمه بتاعت الكي دي، وهي دي القيم اللي بيشغل بيها الهايسيس. يبقى الهايسيس لما بيشتغل بطريقه الماينوز. طيب كويس بقى كده احنا خلصنا البريشر دروب سواء بالهاند كالكوليشن او بالشغل بتاع السيميليشن. هوقف الكلام بتاعي دلوقتي وهفتح المايك للكل عشان لو حد عنده سؤال يسال، وبعد كده هنبدا ندخل بقى في الترومبه ونشوف بقى الكلام الجميل بتاع الترومبه ده بيشتغل ازاي. تمام لو حد عنده سؤال يسال، لو حد عنده تعليق يقول. انا كان عندي سؤال يا باشمهندس. اتفضل. هل انا ممكن الهايسز يديني الريزنس تايم بتاع الفلو خلال البايب سيستم ده؟ لو حبيت اعرف الريزنس تايم هل ده افيلابل الهايسز ممكن يدولي؟ والله نجرب يعني، انا جبت بروفايل مثلا بعد كده في بروفايل مش عارف يعني، هي جديدة عليا الصراحة إن أنا أشوفها. Residence time. لأ. طب أنت عندك أصلا يعني لما يكون عندك الفوليوم ويكون عندك الدايمتر يعني ما تقدر تعرفها. أه تتحسب مانيوال يعني، بس الهايسز مش بيديها ك يعني، لو عندي الفلوريت وعندي الفوليوم الدايمتر واللينث خلاص انا ممكن اجيب الريزيدنس تايم، بس الهايسز مش بيديها يعني، مش
مش بيحسبها. في هنا فوليوم لا انا مش شايفها الصراحة، هنا مش تمام شايفها شكرا. معلش. اوكي طيب حد تاني عنده استفسار؟ طيب الجزء ده اللي هو جزء البارامتر البيج اللي هي بارامتر اللي موجودة جوه تاب ديزاين، بيجيب هنا حاجة اسمها الباي فلو كوريليشن. الباي فلو كوريليشن دي في انواع كتير بتبقى موجودة عندنا هنا بناء على طريقة الحساب اللي الهايسيس بيستخدمها في الهوريزونتال بايب والفيرتيكال بايب. طيب انا مش عارف الموضوع ده بيتعمل ازاي، ولا اعرف انا هشتغل بانهي واحده من دول، لان في حاجات بتشتغل بتو فيز، حاجات بتشتغل بثري فيز، حاجات بتعمل نجلكت للاستاتيك فريكشن اللي هي الارتفاعات، حاجات بتاخد حسبان في الكالكوليشن الارتفاعات. انا مش عارف الموضوع ده، فساعتها هتحتاج ان انت تستخدم برضو الهيلب منيو بتاعت الهايسيس وتعمل سيرش على البايب كولوريشن. هتلاقي فيه جدول كبير كده بيوضح لك كل تول او كل طريقه بتستخدم امتى وايه المناسب معاها. طيب واضح ان محدش تاني عايز يسال. اوكي هقفل الميكروفون تاني، وعموما لو حد عنده استفسار برضو كمان شويه برضو هنفتح نقاش ونتكلم. طيب كده احنا وصلنا لايه بقى في الاخر؟ الكلام الجميل بقى بتاعنا اللي احنا عايزين ندخل فيه بتاع الترومبات ده. لقينا ان انا عندي البامب بتاعتي، لقيت ان انا عندي النقطه او الضغط اللي على السحب بتاع الترومبه والضغط اللي على طرد الترومبه. وخد بالك في الحسابات بتاعتنا دي الضغط بتاع السحب والضغط الطرد دول لازم يكونوا عند السنتر لاين بتاعت البامب، عند السنتر لاين بتاعت البامب او عند السكشن نوزل بتاعت البامب. طيب الموضوع ده ازاي؟ في الواقع خط الطرد بيكون متشفت فوق شويه عن خط السحب، ده مش كده كمان. المبين البريشر جيج ممكن تلاقي الترمبات في الواقع البريشر جيج مش موجود على خط الطرد على طول، لا ده البريشر جيج على ارتفاع موجود فوق خالص، يعني ممكن مثلا تلاقي ان البريشر جيج موجود بعد الترومبه على ارتفاع ب 5 متر. كده ما ينفعش تقول ان ضغط الطرد ناقص ضغط السحب من البريشر جيج، انت لازم تجيب ضغط الطرد اللي موجود عند الارتفاع اللي هو ال5 متر ده وتقوم تضيف عليه ال5 متر اللي موجودين اللي ما بين الترومبه وما بين البريشر جيج. مثلا ضغط الطرد اللي موجود عندك المبين اللي مثلا فوق بيقول مثلا الضغط بتاع الطرد 5 بار. في الواقع انت ما ينفعش تقول في الحسابات بقى بتاعتك ما ينفعش تقول 5 بار ناقص ضغط السحب مثلا اللي هو 2 بار، ما ينفعش تقول كده. لا الضغط بقى مش 5 بار، الضغط مثلا 5.5 بار، مثلا 5.3 بار، ده الضغط الطرد. طيب ايه اللي حول الموضوع ده؟ ازاي خليتها زودتها شويه من 5 ل 5 و3 5.5؟ الفرق في الارتفاع اللي ما بين البريشر جيج وما بين السنتر لاين بتاعت البامب اللي هو مثلا 5 متر 3 متر ايا كان في الشركه اللي عندك. طيب لقينا بقى ان الهيد اللي موجود عندنا في السكشن لقيته 11.3 اللي انا الرقم اللي انا قلت لك افتكره في الويبنار الاولاني واللي راجعنا عليه من شويه. 11.3 اللي هو الضغط اللي موجود هنا ده حولته لهيد، وبالنسبه للضغط اللي موجود هنا اللي هو كان 5.7 حولته برضه لهيد كان 58 متر. لما تطرح الاثنين من بعض لقيتها 47 متر، الرقم ده مهم. طيب عندك هنا تاني لو انا حولت بقى الهيد ده من متر للفوت فلقيت الارقام دي، وبالنسبه للضغوط عندي هنا في السحب 1.1 بار، عندي في الطرد 5.7 بار، اللي هي لو انا طرحت الاثنين من بعض بقوا 4.6 بار، او في البي اس اي 66.7. تعال بقى نشوف الارقام دي مفيده بالنسبه لنا في ايه. لما باجي بقى اتكلم بقى على الترومبه انا بقول ان الترومبه دي بترفع هيد او بتديني هيد. ايه الهيد؟ ايه هو الهيد اللي انا بتكلم فيه؟ الهيد ده مش هيد بتاع الديستشارج ولا الهيد بتاع السكشن، الهيد ده هو الفرق اللي ما بين الديستشارج والسكشن. يعني الترومبه دي الترومبه بتاعتنا اللي في الاكزامبل بتاعنا دي بتديني هيد. ايه هو الهيد؟ مش 58، لا دي بتديني هيد 47.
اللي هو الفرق ما بين الديسشارج والسكشن. الترومبه دي لازم تتغلب وتدي تتغلب على سيستم وتديني ضغط، مش ان هي تديني ضغط 5 و7 بار، لا انا عايزها تديني ضغط 4 و6 بار. ده فرق الضغط، ده الديفرنشال بريشر او الديفرنشال هيد، ده المفيد بالنسبه لي، ان هي لازم تاخد ضغط السحب وضغط الطرد والاثنين مع بعض المحصله بتاعتهم اللي هو احنا بنطرح هنا يبقى 4.6 من 10 بار. نفس الكلام بالنسبه للهيد، بنجيب الهيد بتاع الطرد والهيد بتاع السحب بقى 47 بار، يبقى ده المفيد بالنسبه لي، ده هدفي في الحياه، هدفي من التوم. الكلام ده كنا قايلينه برضه زمان في الويبنار الاول لما كنا بنتكلم على الهيد، لما كنا بنقول الهيد الترومبا دي لازم تتغلب على ضغط وتديني في الاخر هيد، لازم تتغلب على هيد هنا وهيد هنا. ايه الهيد؟ طبعا اللي هو الفريكشن، وتديني في الاخر هيد. فين الهيد؟ اللي هو ده، اللي هو الفرق اللي ما بين الديستشارج والسكشن. ففي المثال بتاعنا انا كاني حولت السيستم للرسمه البسيطه دي ازاي؟ ان انا قلت ان الارتفاع اللي ما بين نقطه 2 لغايه السنتر لاين بتاع الترومبا 58 متر، وما بين نقطه 1 والسنتر لاين بتاع الترومبا 11 متر و3 من 10. لما طرحت الاثنين مع من بعض لقيت ان الارتفاع او الهيد اللي مطلوب من الترومبا اللي هو 47 متر. فده الرقم اللي احنا بنحتاجه. نرجع للرسمة بتاعتنا. تمام، لقيت ال 47 متر هو ده هدفي في الحياة، أو لو حولته ب بي اس اي يبقى 66.7 من 10. طيب نشوف بقى إيه موضوع الإنرجي اللي بيكون حوالين الترومبا. الترومبا بيكون حواليها ثلاث أنواع من الإنرجي. الإنرجي اللي هي الإلكتريك باور أو الإلكتريك هورس باور، دي الكهرباء اللي داخلة الموتور، ده لو الترومبا بتدور بموتور. طيب لو الترومبا دي بتدور بتربينة، التربينه دي ستيم، يبقى انا هاخد الستيم ده عشان اجيب بقى الباور اللي داخل التربينه. نجيبها ازاي؟ اجيب الستيم، اجيب كميته، اجيب الضغط بتاعه، اجيب الحراره بتاعته. طالما جبت الضغط والحراره يبقى انت تعرف تجيب الانسالبي بتاعت الستيم. طالما جبت الانسالبي بتاعت الستيم هتضرب الانسالبي دي في الكميه بتاعت الستيم، يبقى انت بقى عندك انرجي. دي الطاقه الداخله التربينه بستيم. طيب انا عندي مش تربين، انا عندي محرك ديزل، ديزل انجن. طيب الديزل انجن ده داخل له مثلا مازوت. نحسب ازاي الطاقه اللي داخله الديزل انجن؟ هجيب كميه الديزل واجيب الهيتنج فاليو بتاعت الديزل، اللو هيتنج فاليو، لان بيبقى الهيدروكربون ليه حاجه اسمها هاي هيتنج فاليو لو هيتنج فاليو. احنا عاده بنستخدم اللو هيتنج فاليو لاسباب كتير، فبنقول القيمه الحراريه او اللو هيتنج فاليو او بالكالوري بالكيلو جول باي يونت. جبت اللو هيتنج فاليو ضربتها في الكميه بتاعت المازوت او الديزل، طلع عندك الطاقه اللي داخله الديزل انجن. نفس القصه، فبقى عندك في الاخر طاقه، هي دي الطاقه اللي رايحه للدرايفر سواء كانت كهرباء ستيم ديزل. طيب وبعدين الطاقه دي مش هي اللي بتروح للترومبه، الطاقه دي بناخد منها جزء لوسز. الجزء اللوسز ده بيروح في الدرايفر نفسه. يعني لو داخل 100 كيلو وات والدرايفر بتاعنا ده موتور والافشنس بتاعته 90%، يبقى 100 في 9 من 10 يبقى الطاقه اللي طلعت من الموتور تعادل 90 كيلو وات. نفس الكلام الطاقه اللي داخله التربينه، التربينه دي لو الافشنس بتاعتها مثلا 60%، يبقى اجيب الطاقه اللي داخله التربينه في 60%، يبقى الطاقه اللي طلعت من التربينه بقيمه قد كده. القيمه اللي بتبقى موجوده اللي ما بين الدرايفر وبين البامب، اللي هي دي بقى الطاقه اللي داخله الترومبه نفسها. الطاقه اللي داخله الترومبه دي بنقول عليها الشافت باور او البريك هورس باور. طيب يبقى دي طاقه اللي هي الدوران بتاع العمود اللي موجود هنا ده ما بين الدرايفر وبين الترومبه، دي بنقول عليها الشافت باور او البريك هورس باور. البريك هورس باور او الشافت باور دي لما بتروح بقى للليكويد، ما بتروحش الليكويد كلها على بعضها، لا في جزء بيضيع، جزء لوسز بيبقى موجود عندنا اللي هو ده موجود في الترومبه نفسها. الترومبه دي بقى بنشوف بقى اللوسز ده ازاي في الافشنس بتاعت البامب. يعني لو عندي هنا الطاقه 100 كيلو وات تعادل 100 كيلو وات، وانا عندي هنا الافشنس بتاعت البامب 60%، يبقى 100 في 6 من 10 يبقى الطاقه اللي دخلت للفلويد
دي بقت 60 كيلو وات. طيب الطاقه بقى اللي دخلت الفلويد دي بنقول عليها ايه؟ الهيدروليك هوتس باور او الهيدروليك باور او الووتر باور او الفلويد باور، دي الطاقه اللي دخلت الليكويد نفسه. يبقى السيستم بقى كله لو انا عايز اشوف الافشنسي بتاعته عامله ازاي، اللي هي هجيب بقى الطاقه اللي في الاخر واقسمها على الطاقه اللي دخلت السيستم في الاصل. لما اقسم الطاقه اللي في الاخر على الطاقه اللي دخلت في السيستم اللي في الاصل، هيظهر معايا لوسز. اللوسز دي اللي موجوده في السيستم بتاعي ده، اللي هي دي مجموع الافشنسي بتاع الترومبه وبتاع الدرايفر، او لو انا عندي درايفر ده موتور يعني. طيب واضح كده من كلامنا ان انا لو جبت الطاقه دي وقسمتها على الطاقه دي هجيب الافشنس بتاعت البمب، او لو جبت الطاقه دي وقسمتها على الافشنس بتاعت البمب هجيب الطاقه دي، لو جبت الطاقه دي وقسمتها على الافشنس بتاعت الموتور هتجيب الطاقه دي، وهكذا. هو ده بالظبط ده اللي احنا بنشتغل عليه في الحسابات بتاعتنا. عندنا قانون بيقول البريك هورس باور، دي الطاقه اللي رايحه للطرمبه مش رايحه للموتور. البريك هورس باور لو استخدمتها بالهورس باور او لو استخدمتها بالكيلو وات، يعني تحويله بس ارقام اللي هي موجوده في المقام دي، بيقول البريشر اللي هو في الديستشارج ناقص البريشر في السكشن بالبي اس اي في الكيو اللي هي الفوليومتريك فلو بالجالون بير مينيت، على ده رقم ثابت عشان التحويلات في الافشنسي بتاعت البامب. لو انت وقفت القانون لغايه هنا، يعني لو انت شلت الافشنسي بتاعت البامب، يبقى بريشر ديستشارج ناقص بريشر سكشن في الكيو على الرقم ده، دي اسمها الهيدروليك باور، اللي هي دي الطاقه اللي دخلت الفلويد نفسه. لو انت مسكت الطاقه اللي دخلت الفلويد قسمتها على الافشنسي هتطلع لك الطاقه اللي داخله البامب. ده اللي هو عمله بالظبط، جاب الطاقه بتاعت الفلويد قسمها على الافشنسي بتاعت البامب، طلع الطاقه اللي دخلت الترومبه اللي هي البريكوتس باور، او لو انت حولتها بالكيلو وات. طيب نشوف الموضوع ده في المثال بتاعنا. لقيت المثال بتاعنا كان الفلو بتاعنا لو انا حولت بقى بالجالون بير مينت، دي نفس الارقام اللي اشتغلت عليها في الويبنار الاولاني ما غيرتش حاجه. فلقيت الكميه عندنا 1982.4 جالون بير مينت، السبيسيفيك جرافيتي بواحد لان انا عندي الفلويد ووتر. هفترض ان الافشنس بتاعت البمب 70%، ده رقم اسيوم. لو انا دخلت ال 70% اللي هي الافشنس بتاعت البمب في القانون بتاعنا، فهعرف اجيب البريك هوتس باور سواء بالهوتس باور او بالكيلو وات. لقيت الرقم عندي 110 هوتس باور او ما يعادل 82.8، ده المفروض دي كيلو وات مش هوتس باور، يبقى انا هكتب هنا كيلو وات. اوكي نشوف الموضوع ده في الهايسز بيجي ازاي. افتكر ان احنا كان عندنا السيستم بتاعنا ده ترومبا، وانا اللي كتبت ضغط التردد بتاع ترومبا كان 5.7، كان هنا 5.7 ضغط التردد بتاع ترومبا. وافتكر كمان ان انا كان عندي هنا الضغط بواحد بار، وافتكر ان انا كان عندي هنا دلتا بي بالسالب، فمعنى كده ان الضغط اللي هنا كان اعلى شويه، كان تقريبا 1.1 بار، واضح ان هو فعلا 1.112 بار، ارقام مظبوطه تمام. هفتح بقى الترومبا، هفتح الصفحه بتاعت الترومبا، لقيت الديل ويندو بتاعت الترومبا، هدخل في ديزاين تاب، دخلت بارامتر بيج، هنا الافشنس بتاعت البامب الديفولت بتاعت الترومبا بيكون 75%، لا انا هخليها 70% زي المثال بتاعنا، زي الاكزامبل بتاعنا اللي احنا حلينه. لقيت ان هو حسب لي هنا الديوتي او دي الانرجي اللي دخلت الترومبا بكام دلوقتي، 109.5 هوتس باور او ما يعادل 81.6 كيلو وات. افتكر ان دي الارقام اللي كانت موجوده عندنا في المثال، كان هنا انا مطلع هنا 110 ومطلعها 109.5، انا هنا مطلعها ب 82، هو مطلعها ب 81 81.6. طيب يبقى معنى كده الارقام برضه باللي احنا بنشتغل بيها كهاند كالكوليشن بالظبط زي الارقام اللي بتطلع من السيميليشن. ممتاز جميل. طيب نفهم برضو ايه تاني، ان دي الانرجي ستريم ده، دي مش الطاقه اللي داخله الدرايفر، دي مش الطاقه اللي داخله الكهرباء اللي داخله مش اللي داخله الموتور، دي الطاقه اللي رايحه للترومبه، ده البريك هوتس باور او الشافت باور، يبقى ده اللي احنا عرفناه. طيب وبعدين بقى نشوف موضوع تاني.
ده المقارنة بقى بتاعتنا نيبل هاند كالكوليشن. لما جبت الكيلو وات لقيتها ب 82.2، وهنا كانت 81.6. دي ده الرقم اللي طلع من السيميليشن، واضح ان الاتنين قريبين من بعض. ممتاز، هوقف الشرح دلوقتي، ولو حد عنده سؤال ممكن يسأل. اوكي، اي حد عنده سؤال؟ طب احنا شغالين كويس ولا مش شغالين كويس؟ اي حد يقول حاجة. طيب موضوع ممل. طيب ده الموضوع زي الفل، تمام ما شاء الله عليك. اوكي، طيب حد عايز يسأل حاجة؟ اي حاجة؟ طيب هوقف. طيب هعمل ميوت تاني. الموضوع اللي جاي بقى دلوقتي ممتاز، ده يعني انا شخصيا هستمتع بيه جدا في الشرح ان شاء الله. دلوقتي ندخل بقى في الكيرفات بتاعت التومبا. التومبا الكيرفات بتاعتها بيبقى فيه هنا، ده اللي بنقول عليه performance curve بتاع التومبا، بيكون فيه هنا الكباستي ايا كان بقى اليونت بتاعته عباره عن ايه، وبيبقى عندي شويه كيرفات كده. انا مثلا عندي هنا حاجه اسمها التوتال هيد. ركز ركز جدا انك لما تشوف كيرف من التومبا وتلاقي الكيرف ده مكتوب عليه التوتال هيد، ده مش الهيد بتاع الديستشارج ولا الهيد بتاع السكشن، ده الفرق ما بين الاثنين، ده فرق الديستشارج والسكشن. ده في حاله ان التومبا ليها السكشن هيد ملهاش سكشن ليفت، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. واضح ان مع الكباستي الزياده الهيد بيقل. كويس، عندي كيرف تاني للافشنسي، بيطلع وبعد كده بينزل. كويس، وعندي كيرف تاني للباور. ركز برضو في النقطه دي، الباور اللي بتشوفها في الكيرف بتاع الترومبا دي الباور اللي داخله الترومبا، اللي هي بريكوس باور او شافت باور، مش الباور اللي داخله الموتور. هو دي انت بتدرس الترومبا، مالكش دعوه بالموتور ولا ليك دعوه بالدرايفر، يبقى انت بتشوف الباور بتاع الترومبا بس، اللي هي دي الهوتس باور، اللي هو ده الرقم اللي بيطلع في السيميليشن او اللي احنا لسه حاسبينه من شويه في القانون بتاعنا. طيب افتكر برضو كمان ان احنا كان عندنا نوعين في الحسبه بتاعتنا في الانرجي او اللوسز اللي احنا كنا حسبناها. افتكر ان كان عندنا حاجه اسمها الفريكشن لوس. الفريكشن لوس اللي هي الدايناميك كومبوننت او الدايناميك لوس. الدايناميك لوس دي اللي كان ظاهر فيها الماينوت وظاهر فيها الفريكشن، اللي كان بيظهر في القانون بتاع في سكوير على 2 جي. في سكوير معنى كده سكوير يبقى تناسب تربيعي، العلاقه تربيعي مع الفلو. طبيعي جدا كل ما تزود الفلو كل ما اللوسز هتزيد، لان كل ما زود الفلو كل ما السرعه الفي سكوير هتزيد، وهي مش هتزيد بقى في، هتزيد بفي سكوير. دي يبقى ده الكيرف بتاعنا. وافتكر برضه زمان في الويبنار الاول لما اتكلمنا على حاجه ثانيه بتظهر معانا، اللي هي الاليفيشن انرجي، اللي هي دي الاستاتيك انرجي اللي احنا قلنا برضو عليها ان هي ملهاش علاقه بالفلو، يعني هتكون ثابته مهما الفلو بيتغير، ملهاش علاقه بالفلو. طيب الشيء ده اسمه السيستم كيرف. يعني زمان كنا بنسمع عن السيستم كيرف اللي هو العلاقه اللي ما بين الاستاتيك وما بين الدايناميك، او ده اللي بيرسم البرنول ايكويشن، او اللي بيرسم العلاقه ما بين الفلو والهيد، اللي هو الفرق ما بين الهيد بتاع الطرد والهيد بتاع السحب اللي حوالين الترومبه. لكن برضه في ناس واقع منها الموضوع ده. طيب نفهم الموضوع ده بقى ازاي اكتر. دخلت على ملف اكسل، الملف اللي موجود عندكم ده، يعني ما تتخضش من شكله، ده هي كلها العمود ده اللي هو الكولوم اللي موجود عندنا ده، بس انا عامل له تكرار، يعني انا مكرره كم مره، اعمل له تكرار 22 مره. طيب ليه بقى الموضوع ده؟ انا لما بيكون عندنا السيستم بتاعنا، يعني لما نيجي نجيب صورة السيستم، ايوه السيستم بتاعنا ده، واجي اقول دايما في السيستم ان انا عايز اشوف الكيرف اللي كان موجود عندنا، اللي هو السيستم كيرف، الفرق اللي ما بين الهيد اللي على الديستشارج والهيد اللي على السكشن. الهيد اللي على الديستشارج ده ثابت، ده انا عايزه، ده التارجت بتاعي مهما كان. انا عايز الهيد اللي على الديستشارج اللي هو كام؟ كان كام؟ اللي هو كان 58 متر لو تفتكر. طيب ايه المتغير بقى عندي؟
الهيد اللي هنا اللي هو كان 11.3 اللي احنا كنا حسبناه قبل كده، وبعد كده جبنا 58 ناقص 11 فطلعت ال 47 تقريبا. طيب يبقى ده الضغط اللي على السحب هو اللي بيتغير باستمرار، بيتغير بناء على ايه؟ بيتغير بناء على الكميه اللي بتمشي الفلو، لان كل ما تغير فلو كل ما الفلوستي بتتغير، كل ما اللوسز بتزيد كل ما الرقم ده بيقل، كل ما الفرق اللي ما بين الهيد بتاع ديستشارج اللي هو كان 58 والهيد التاني اللي هو على السكشن بيقل بيزيد، كل ما الفرق بيزيد. طيب الموضوع ده لما انا عملته كده على ملف اكسل لقيت ان انا جبت هنا الاستريم بتاعنا الحسابات بتاعتنا، انا بشتغل دلوقتي على السكشن لاين بس اللي هو الثمانية بوصة، وجبت الكروس سكشن اريا بناء على الثمانية بوصة، وجبت الفلو اللي انا بشتغل بيه الفلو اللي احنا بنشتغل بيه في المثال اللي هو 15891، انا زودت شوية وقللت شوية، فزودت هنا مثلا اضطرت هنا ان هو 16000، بعد كده زودت 1000 بقى 17 18 19 20. انا بعمل ارقام عشوائيه بس يعني مش عشوائيه قوي، فخليت مثلا هنا 20000 جبت الفيلوستي، وبعد كده جبت الماينور لوس اللي انا عندي في ال 90 وبلف اللي هو الجيت بلف كان اوبن، وبعد كده جبت الماينور لوس وجبت رينولد نمبر والاف فريكشن فاكتورد وجبت الفريكشن لوس بس علشان التكرار بتاعنا الكتير ده اللي هما ال 22 نقطة. فالصراحة أنا ما حبيتش بقى إن أنا أدخل 22 مرة على مودي دايجرام، لا أنا خدت رقم على طول فرضته إن هو الإف ده فرضته 2%، يعني ده مجرد إكزامبل توضيحي يعني، فما فيش مشكلة لو أنت افترضته 2% 2 من 100، وما فيش مشكلة حتى لو أنت اشتغلت بيه في الواقع كده وبعد كده في الآخر قمت ضربت في فاكتور مثلا 20% أو 15%. طيب وبعدين جبنا التوتال لوس، التوتال لوس هنا اللي هي كانت الماينور اللي هي ده الحاجات اللي عندنا هنا الماينور والفريكشن وزائد الاستاتيك، ولو تفتكر كان في خط نازل لتحت فحولناه بالسالب عشان نازل لتحت. طيب وبعد كده جبنا التوتال لوس وجبت بقى الضغط البريشر باللوس ده جبته البريشر، وجبت بقى الضغط اللي في الاخر لان انا كان عندي الضغط هنا بواحد بار وطرحته واحد بار ناقص اللوسز الموجود هنا فجبت الضغط ده. ده المهم بالنسبه لي بقى دلوقتي، الضغط ده قمت حولته لهيد، يبقى انا كل نقطه من ال 22 نقطه بعمل ايه؟ بغير فلو وبجيب لوسز وبالنوعين طبعا الماينور والفريكشن، وبعد كده بقول واحد بار اللي هو الانيشال ناقص اللوسز يبقى طلع الضغط بتاع الفاينل اللي هي في النقطه دي، قمت انا حولت الضغط ده لهيد، وبعد كده قمت طرحت ال 58 ناقص الهيد ده عشان اجيب التوتال هيد. المهم لقيت ان الهيد واصل عندي التوتال هيد ب 47، وبعد كده الوضع كررت نفس الموضوع 22 مره ولكن بخلاف الفلو، كل شويه قمت قللت الفلو شويه وبعد كده قللته خالص لغايه لما قطعت الفلو بالكامل خليته زيرو، يبقى مفيش فلو. طالما مفيش فلو يبقى انت كده بتدرس استاتيك ما بتدرسش دايناميك، يعني انت ما عندكش بقى في سكوير لان انت ما عندكش في ما عندكش فلو اصلا. فايه بقى اللي هيقرا في الاخر؟ اللي هيقرا في الاخر اللي هو ال 58 اللي هو ال 58 اللي هنا ناقص ايه بقى؟ ناقص ده 58 ادم، ولا كان 58 ايه؟ كان 58 كان 58 متر تبين؟ كان 58 متر، كان 58 متر، ناقص ايه بقى؟ ال 58 متر دي ناقص دي، ناقص الجزء ده، طيب ده دي 2 متر، 58 ناقص 2، لا انت ما بتحسبش 58 ناقص 2، ال 2 دي فوقيها ضغط اللي هو الواحد بار، الواحد بار انت عارف طبعا ان واحد بار بالميه لما تحوله لمتر وهو اصلا ميه يبقى الواحد بار تقريبا 10 متر، يبقى لما تيجي تقول بقى تقول 58 مش ناقص 2، 58 ناقص 12 10 متر اللي هي الواحد بار زائد 2 متر عندك هنا، يبقى دي بقت 12، 58 ناقص 12 يبقى طلع في حاله ان انا عندي زيرو فلو،
يبقى انا عندي التوتال هيد ب 45.8 من عشرة بالمتر. طيب عملنا ايه بقى؟ قمت انا خدت ال 45 دي رسمتها بقى كيرف فيكسد اللي هو الرسمه اللي عندنا دي. ده لحظه واحده، ايوه هنا ده كيرف فيكسد يعني ثابت كونستنت مع الفلو لان هو ما بيتغيرش. ده الاستاتيك، قلنا العلاقه بتاعت الاستاتيك والفلو ثابته ما بتتغيرش. طيب ايه ده بقى؟ ايه اللي طالع فوق ده؟ ده اللوسز اللي هي التوتال هيد اللي بينتج نتيجه زياده في الفلو. كل ما تزود فلو كل ما اللوسز بيزيد، وبيزيد طبعا بمعدل سكوير لان انت عندك في سكوير. طيب يبقى ده الحمد لله رسمنا لاول مره ليا في حياتي ارسم سيستم كيرف عموما يعني. والمفروض ان هو السيستم كيرف ده يترسم في كل الشركات، خصوصا لو السكشن لاين بتاعه الترومبه اتغيرت، الكونفيجريشن بتاع السكشن لاين اتغير، السايز اتغير. ده مش كده كمان، لو حصل تقادم في البايب نفسها، لان البايب دي في الواقع مثلا لو انا قلت لك ان البايب 8 بوصه، لكن البايب دي مثلا بتدفع بيمشي فيها فلويد مازوت، المازوت ده فيه شويه سوليد، فيه شويه املاح ايا كان، فيه شويه فحم، الحاجات دي بيحصل لها اكيوميليشن جوه الخط. فمعنى كده في الاخر مع العمر، مع زياده العمر، بتلاقي ان الخط اكتوال ما بقاش 8 بوصه، ده بقى 6 بوصه مثلا، بقى 4 بوصه. يبقى ساعتها انت المفروض ترسم سيستم كيرف تاني من اول وجديد على الدايمتر الجديد اللي عندك، عشان ما تجيب ترومبه، تجيب ترومبه بناء على السيستم بتاعك، السيستم كيرف ده. بالاضافه طبعا لو حصل عندك تغير في الكونفيجريشن نفسه بتاع السكشن لاين. طيب وبعدين انا عايز النقطه دي، انا عايز النقطه دي، ايه النقطه دي؟ دي النقطه اللي هي كانت تعادل اللي هي 15000 دي، اللي هي 15891، اللي هو ده اصلا ده الفلو اللي انا بشتغل بيه، ده الفلو اللي عندي في المثال بالفعل 15891 ده بالفوت كيوب بالـ R. طيب بعدين انا استفدت ايه برضه من القصه بتاعتنا دي؟ بندخل بقى في شيء تاني، ان المفروض ده السيستم كيرف اللي هو خط طالع لفوق، وافتكر ان الترومبه الهيد بتاعها، التوتال هيد بتاع الترومبه نفسها، ده الدسمه اللي بتيجي من السبلاير بتاع البمب، الهيد بينزل لتحت. يبقى انا عندي السيستم كيرف الهيد بيطلع لفوق، وعندي التوتال هيد بتاع البرفورمانس كيرف او البمب كيرف الهيد بينزل لتحت. في نقطه تقاطع ما بين الاثنين، اللي هي الانتر اكشن ما بين الاثنين. نقطه التقاطع دي بنقول عليها البيست افشنسي بوينت، افضل حاله للترومبه، اعلى افشنسي للترومبه، لان المفروض ان نقطه التقاطع ما بين الخط اللي بيجي مع البامب سبلاير والخط بتاع السيستم كيرف، نقطه التقاطع دي اللي بنقول عليها البيست افشنسي بوينت. لما باجي اطلع بالنقطه دي لفوق بيبقى عندي الافشنسي طالعه ونازله. افتكر ان انا كان عندي الكيرف ده كانت الافشنسي بتطلع وتنزل، المفروض ان نقطه تقاطع الخطوط يبقى دي اعلى افشنسي للترومبه. حلو قوي. طيب لو جينا بصينا على رسمه واقعيه، رسمه بالفعل، ده شكل كيرف فعلي للترومبه. ده الترومبه بتيجي بكذا دايمتر، يعني عندها اوبشن ان يركب فيها كذا مروحه، كذا دايمتر للمروحه. الدايمتر ما بيكونش كبير قوي يعني في مثلا يعني التغير ما بين الدايمترز ما بيكونش كبير، مثلا هنا في 12 بوصه 13 بوصه 14 بوصه. لما بتيجي تشتغل بتشتغل على الدايمتر اللي في النص اللي هو 13 بوصه، ده لو انت عندك ثلاث كيرفات. في اوقات ترومبه بيكون فيها خمس كيرفات، فلما بتشتغل برضه بتشتغل على الكيرف في النص اللي هو الكيرف الثالث. طيب يبقى انا عندي كيرفات للهيد، وعندي هنا ده شكل ثاني كده كيرفات للافشنسي، وعندي هنا كيرفات للباور. فممكن تلاقي شكل كده، وممكن تلاقي شكل بسيط مثلا زي حاجه شبه كده يعني. طيب وبعدين افتكر ان المثال بتاعنا لما احنا كنا شغالين فيه زمان في الويبنار الاول، لما جينا نتكلم على الارقام، تمام،
كنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ان دي الجيفن داتا اللي موجوده عندنا اللي هي 450,000، ده الفلو 450,000 كيلو جرام بير اور. لما حولناها للفوليومتريك فلو فطلعت عندنا برقم الفلاني، ده اللي استخدمناه في الحسبان بتاعنا اللي هو ال 15891، اللي هو ده كان عندي هنا في ملف الاكسل ال 15891، اللي هي دي النقطه اللي انا عايزها، دي البروسيس بتاعتي، دي النورمال اوبريشن، لا هزود فلو ولا هقلل فلو، هي دي النقطه اللي انا عايزها الاوبتيمم بتاعت التومب اللي هي اعلى افشنسي للتومب. طيب لقيت ان النقطه دي تعادل 450 متر مكعب في الساعه. طيب دخلنا بقى على السيميليشن، دخلت على التومب نفسها، بقى ظهر عندي حاجه فوق اسمها ريتنج، التاب ريتنج، فلقيت ان عندي هنا حاجه اسمها البامب كيرف. بقيت موضوع غريب شويه عندي، فهقول اد كيرف. اد كيرف يعني ايه؟ يعني انت عندك ترومبه بالفعل في الواقع في المصنع، وعندك الكيرفات بتاعت الترومبه. وقلنا ليه كيرفات؟ لان ممكن الترومبه يكون فيها كذا دايمتر فتحط كذا كيرف للترومبه. ده مش كده كمان، الترومبه نفسها مش لازم كمان يكون فيها كذا دايمتر بس، ده ممكن الترومبه تشتغل بكذا سرعه. واغلب السرعات اللي بتكون في الترومبات اللي في الصناعه بتكون مثلا حوالي 3000 ار بي ام وال 1500 ار بي ام، يا دي يا دي بتكون يعني قريبه من 3000 او قريبه من 1500 ار بي ام. طيب معنى كده ان ممكن يكون الترومبه ليها 5 كيرفات، ممكن يكون ليها 20 كيرف 50 كيرف ايا كان حسب الوضع اللي عندك وحسب البروسيس عندك، بس عاده بيكون هم 3 كيرفات اللي شغالين عندك اللي حسب مثلا المقاسات او حسب السرعات. يبقى انت لو عندك كيرفات هتقول اد كيرف. اد كيرف فتح لك هنا كيرف 1، الكيرف 1 ده هتقوم تضيف هنا السبيد اللي الترومبه بتشتغل عليه. لو انت ثبت السرعه فانت مش محتاج تحط، يعني انت ممكن تحط هنا سرعه وخلاص، او ممكن ما تحطش، يبقى هو هيعتبر ان دي فيكسد سبيد مش متغير السرعه. وهتحط هنا العلاقه اللي ما بين الفلو والهيد والافشنسي، اللي هي لو تفتكر كانت دي اللي كانت موجوده عندنا في الرسمه دي كان في دي مثلا رسمه بالفعل موجوده للثومبه، فانا عندي هنا فلو ليه علاقه بالديفرنشال هيد. ولو الرسمه دي كنت وضحتها اكتر كنت هتلاقي هنا افشنسي، فتقدر برضه تطلع الارقام بتاعت الافشنسي. او هنا مثلا لقيت ان الفلو ليه علاقه بالهيد في اكس، هنا اكسس واي للهيد وفي اكسس واي للافشنسي. يبقى الثلاث نقط دول الهيد والافشنسي والفلو هم دول اللي بيدخلوا على الهايسيس في الكيرفات بتاعتنا. طيب ما عنديش كده، ما عنديش ترومبه اصلا، ممكن الهايسيس يعمل جنريت للكيرفات. هو الجنريت ده هايسيس هنا هيخترع كيرفات. جميل. طيب جنريت ده لقيت ان هنا بيقول لي الديزاين فلو، ايه القيمه الديزاين اللي انت المفروض تحققها، اللي هي لو تفتكر كانت في المثال بتاعتنا 450 متر مكعب في الساعه، اللي هي كانت في المثال بتاعنا 450 متر مكعب في الساعه. طيب وبعدين ايه الديزاين هيد؟ ايه الهيد اللي انت عايز تحققه؟ افتكر ان انا كنت من شويه بقول لك الضغط اللي كان على الديس تشارج كان 5.7 بار، لما انا حولته بالهيد كان 58 متر، والضغط اللي على السحب كان 1.1 بار، لما حولته بالهيد كان تقريبا 11 متر، لما طرحت الاثنين من بعض طلع 47 متر. يبقى ده الهيد اللي انا عايزه من الترومبه، يبقى ده التوتال هيد. يبقى هكتب هنا 47 متر. طيب ايه الديزاين افشنسي؟ انت عايز الترومبه تكون الافشنسي بتاعتها قد ايه؟ عاده الترومبه بتكون الافشنسي بتاعتها مثلا 60 70%، ده الترومبات يعني غالبا بتكون كده يعني. طيب ماشي هسيبها 70%. في شويه فاكتورز هنا اللي هو مثلا السرعه المينيمم والماكسيمم، الاوفر ديزاين للفلو والاوفر ديزاين للهيد كام في الميه، يعني مثلا اوفر ديزاين للفلو مثلا 2، يعني دي بيجيب زي ما المعادله المكتوبه هنا، هنا المعادله المكتوبه دي اللي هي الماكسيمم فلو بيساوي الفاكتور اللي موجود عندنا هنا في الديزاين فلو، يعني الترومبه دي تشتغل لغايه كام، لغايه كام فلو. لو انا قلت ان هي 450، لا ده انت تقدر ان هي تدفع اكثر من 450، انت تضرب في 2. وبالهيد لو انا القانون اللي قدامنا ده برضه بيقول الهيد عن الهيد بالهيد فاكتور اللي هو 1.1 في الديزاين هيد اللي هو 47 اللي كان عندها 47 متر،
يعني الفاكتورز دي لو مالكش علاقة بيها قوي هسيبها زي ما هي، ما تجيش جنبها، لان ده مجرد جايدنس ليك، يعني انت بتعمل ايه في الهايس. وفي الاخر اقول هنا جنريت كيرف، لقيت ان الهايسز تفضل مشكورا ورسم 3 كيرفات. طيب كويس قوي، الثلاث كيرفات بتوعنا دول لقيت انا هغير بس اليونت بتاعتها، خليها اس اي يونت. انا كنت عايز اليونت دي متغيره، كنت عايزها بالمتر، فتاني هعمل ديليت للكيرفات دي، هعمل جنريت الارقام زي ما هي افيشن 70 جنريت، لقيت الارقام هنا تمام، دي الارقام دي بالمتر. طيب عرفت ازاي ان دي بالمتر، وقفت عليها بس كده، هي مكتوب عليها 18.6، وقفت لقيت ان ايه نزلت الرساله اللي هي البيضه دي، لقيتها 18.6 متر او 61 فوت. هنا الفلو، لقيت الفلو هنا 0 متر مكعب، هنا 180 متر مكعب. المهم واضح ان دي الاس اي يونت. يبقى عندي هنا الهايس تفضل مشكورا ورسم ثلاث كيرفات متغيرين السرعات، سرعه 345 ار بي ام، سرعه 690 ار بي ام، سرعه 1150 ار بي ام. ماشي كويس. عملت انا ايه بقى؟ قمت انا اخدت الثلاث كيرفات دول، اخدت الثلاث كيرفات وحطيتهم هنا، الثلاث كيرفات دول حطيتهم هنا بحيث ان انا عايز ارسم كل كيرف لوحده. بس انا بقى لما اجي ارسم كل كيرف مش هرسمه مع المتر مكعب، هرسمه مع الفوت كيوب بالاور، لان كان الرسمه بتاعتنا اللي هي الكبيره دي اللي هي السيستم كيرف كانت اليونت بتاعتها بالفوت كيوب بالاور. فالمهم حولت بس المتر مكعب لفوت كيوب بالاور، ده مجرد كونفرجن لليونتس مش حاجه اكتر من كده يعني. وبعد كده قمت رسمت هنا كل سرعه، رسمت هنا الفلو مع الهيد، الفلو مع الهيد. طيب وبعدين اللي وراها الفلو مع الهيد الثاني، اللي وراها الفلو مع الهيد الثاني، فطلع عندي ثلاث كيرفات علاقه ما بين الفلو والهيد. ماشي، بناء على ايه الثلاث كيرفات دول؟ بناء على السرعات. نفس الموضوع دخلت في الافشنسي، رسمت الفلو والهيد. افتكر ان كان في الرسمه بتاعتنا اللي هي كانت دي، افتكر ان كانت الافشنسي بتزيد وبتقل مع زياده الفلو. ده واضح فعلا ان هي بتزيد وبتقل مع الفلو، فلقيت ان الفلو كده ولقيت الافشنسي بتزيد وبتقل. كويس، لقيت هنا بتزيد وبتقل، كويس، لقيت هنا بتزيد، المفروض ان هي بعد كده بتقل، بس انا قللت ال الباوندري بتاعت الاكس اكسس. اوكي، وبعدين اخدت كل كيرفين من دول، يعني اخدت الكيرف ده، اخدت الكيرف بتاعنا اللي هو السيستم كيرف، اخدت الكيرف بتاعنا اللي هو السيستم كيرف، نسخته، عملت له كوبي ثلاث مرات، عملت له كوبي ثلاث مرات اهو، ثلاث مرات. ده السيستم كيرف بس طبعا بتعديلات الواي اكسس، لان طبعا اكس اكسس دي ثابته، الفلو ثابت، لكن الهيد ده هو المتغير، او الواي اكسس ده متغير. ليه بقى متغير؟ لان انا دخلت في الكيرف اللي هو بتاع السيستم ده، دخلت الاثنين كيرف بتوعنا دول، الكيرف بتاع الافشنسي والكيرف بتاع البامب اللي هو الهيد بتاع البامب. يبقى معنى كده عندي في السرعه دي، السرعه دي كانت كام؟ اول سرعه كانت 345 ار بي ام. يبقى انا جبت السرعه اللي هي 345 ار بي ام، جبت السيستم كيرف اللي هم الخطين اللي موجودين الصغيرين دول، ورسمت على الكيرف بتاعنا ده، رسمت عليه الهيد بتاعت البامب اللي طلعت من هايسز، والافشنسي بتاعت البامب اللي طلعت من هايسز. لقيت ان الهيد ما بتقطعش السيستم كيرف، المفروض يكون في تقاطع ما بينهم، لان كنا لسه قايلين من شويه ان لازم يكون في تقاطع انتر اكشن ما بين السيستم كيرف اللي طالع لفوق والبامب كيرف اللي نازل لتحت، لازم يكون في تقاطع، ولازم نقطة التقاطع دي تبقى لما تروح للإفشنسي تبقى دي أعلى إفشنسي. طيب واضح كده إن السرعة الأولى مش مناسبة معانا، مش هتشتغل الطومب عليها. طيب السرعة الثانية كانت 690 ار بي ام، عملت نفس الموضوع، جبت السيستم كيرف، السيستم كيرف رسمت عليه الهيد اللي طالع من الهايسز اللي في السرعة دي، ورسمت عليه الإفشنسي طالع من الهايسز برضه في السرعة دي، برضه مفيش تقاطع ما بين البامب كيرف والسيستم كيرف، واضح ان السرعه دي مش شغاله معانا، الكيرف ده مش شغال. طيب تعال بقى نشوف بقى الكيرف الجميل الثاني ده، لقيت ان دي السرعه الاخيره اللي هي كانت 1150 ار بي ام. جبت الكيرف بقى بتاعنا اللي هو كان السيستم كيرف،
رسمت الهيد بتاعت الطومبه لقيت ان هي نازله وقطعت الخط اللي هو السيستم كيرف اللي هو الاورنج ده، الاثنين قطعوا بعض. لما انا رسمت الخط، لما انا رسمت السهم ده لقيت ان نقطه التقاطع هي دي بقى البيست افشنسي بوينت، لقيت ان البيست افشنسي بوينت لما اطلع لفوق كده لقيت ان دي اعلى افشنسي موجوده في السيستم، اعلى افشنسي موجوده في الكيرف، لان احنا قلنا الافشنسي بتطلع وبتقل. كده احنا حققنا رسمنا السيستم كيرف، عرفنا بيترسم ازاي، دخلت على الهايسيس خليت الهايسيس يطلع لي بامب كيرف او بيرفورمانس كيرف، وقعت البامب كيرف والبيرفورمانس كيرف كيرف واحد، لقيت ان نقطه التقاطع هي دي بيست افشنسي بوينت اللي هي دي اعلى افشنسي بتبقى موجوده عندي. لما انت تدخل بقى في الاي بي اي 610 ده الستاندرد بتاع الخاص بالطومبات الدايناميك او السنتيفيوجل، هتلاقي ان في حاجه هنا بيقول ان لما تيجي تجيب طومبه عندك رينجين، تو رينج يفضل ان انت تشتغل عليهم. الرينج الاولاني بنقول عليه البريفيرد، بيقول ان انت تشتغل في 70% ل 120% من الايه بقى، من البيست افشنسي فلو ريت، او النقطه الثانيه اللي هي ديتد فلو او ديتد رينج، بتشتغل من 80 ل 110% من ايه برضه تاني، من البيست فلو ريت. يبقى معنى كده ان لما بندخل بقى في الكيرف، لما باجي اشتغل بقى في الواقع، النقطه اللي انا بشتغل فيها بيبقى عندي تو كيرف، عندي اتنين رينج. انا عرفت خلاص ان النقطه اللي هي بتاعه التقاطع دي بيست افشنسي بوينت. طيب انا بقى الاوبريتنج بوينت، النقطه اللي انا بشتغل بيها الفلو ريت بقى بتاعي، انزل لغايه فين، اطلع لغايه فين. فبيقول ان انت عندك اثنين اريا، الاريا الاولى اللي هي البريفيرد اللي هي من 80% ل 110% من البيست افشنسي بوينت، والنقطه الثانيه اللي هي الالاوبل او ريتد اللي هي من 70% من البيست افشنسي بوينت او لغايه 120% من البيست افشنسي بوينت. لو انت زودت عن ال 120% هتبدا بقى تعمل ستريس عالي على الدرايفر اللي موجود عندك، ايا كان الدرايفر نوع ايه، اللي هو عاده بيكون موتور، فتبدا تلاقي فايبريشن عالي وتلاقي ان الموتور بدا ان هو يعمل اوفرلود او يتحرق. طيب لو انت نزلت بقى عن ال 70% ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فايبريشن عالي في الطومبه بتاعتك، بيحصل حاجه اسمها السيركوليشن، في سيركوليشن في الدستشارج والسيركوليشن في السكشن. الفايبريشن عالي ده بقى بيبدا ياثر على الاجزاء الميكانيكيه بتاعت الطومبه زي كراسي التحميل اللي هي البيرنج، بيأثر على السيلينج اللي هو موجود مانع التهريب من الترومبا للاتموسفير، وبعد كده يبدا يظهر معاك المشكله الكبيره بقى اللي هي الكافيتيشن، انك خلاص بقى بدات تعمل تبخر للليكويد اللي موجود جوه الترومبا، والتبخر ده بيبدا ياثر بقى يعمل بت اللي هي بينقر في الجسم بتاع الترومبا من جوه، سواء كان في المروحه الامبلر او في البوتي نفسه بتاع الترومبا. برضو دخلت في الهايسيس لقيت التلات كيرفات اتعمل، مش عارف يعني استفدت انا ايه يعني لما التلات كيرفات اتعملوا. انا دلوقتي مش مستخدم التلات كيرفات، ما استخدمتهمش. طيب تستخدمهم ازاي؟ لو انت علمت على العلامه دي التشيك دي، لو انت علمت عليها يوز كيرف، يبقى انت كده استخدمت الكيرفات. ده انا لقيت ان في رساله ظهرت عندي باللون الاصفر بيقول لي اوفر سبيسيفايد، انت مدي للهايسيس بيانات اكتر من اللي هو عايزها، مدي للهايسيس بيانات اكتر من اللي هو عايزها. طيب ايه البيانات الزياده اللي انا مديها للهايسيس؟ انا مدي للهايسيس الكيرفات، مدي للهايسيس دلوقتي كيرفات، هو معطفه وقلت له اشتغل بالكيرفات، وقلت للهايسيس ان انت عندك ضغط طرد. فين ضغط الطرد؟ ضغط الطرد اهو اللي هو 5.7 بار، وقلت للهايسيز ان انت عندك افشنسي 70%. لا ده انت كده مزودها قوي مع الهايسيز، هو مش عايز كل ده. طيب نعمل ايه؟ نجرب كده احسب الافشنسي. لما حسبت الافشنسي الهايسيز اوتوماتيك حسب الافشنسي بتاعت الطومبه، جابها كام؟ تقريبا 70% اللي هي كانت موجوده. طيب جميل جميل كويس قوي. طيب وبعدين اعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب لو انت دخلت على ريتنج تابع اللي هي بتاعت الريتنج، ولقيت ان في حاجه اسمها هنا بلوت كيرف اللي هي ارسم لي الكيرفات، لو دخلت عليها لقيت ان الهايسيز هنا رسم الثلاث كيرفات بس الالوان بتاعتهم مش حلوه شويه. ممكن لو دوست على كنترول جراف كنترول هغير الكيرف الاولاني ده مثلا، هخليه ماشي ريد، اوكي هغير بس هخليه سوليد، وهغير السيكنس بتاعته. الكيرف الثاني اللي هو الجرين ده
اغير اخليه سوليد واغير الثيكنس بتاعته ازودها، ونفس الكلام الكيرف الثالث اخليه هنا التايب بتاعته او الستايل بتاعه سوليد وهغير الثيكنس. فبقى عندي هنا الثلاث كيرفات ودي الاوبريتنج بوينت، دي النقطه اللي انا شغال عليها. كويس ممتاز. طيب وبعدين خد بالك ان انت مدي للهايسز حاجة برضو تانية، انت مديله تلات كيرفات وبتقول للهايسز اشتغل براحتك، اشتغل على التلات كيرفات وطلع لي الافيشنس بتاعت الترومبا. لا انا مش عايز كده الصراحة، انا عايزه يشتغل على كيرف واحد بس. ازاي الكلام ده؟ ان انا هاجي بقى في الخط اللي هو اللي طالع من الترومبا اللي هو كان 5.7، هحذف الضغط بتاعه. طيب كويس قوي، انا حذفت الضغط. بعدين هقول بقى للهايسز هنا، هقول له البامب سبيد هي 1100 كانت تقريبا 40 اللي هو كان الكيرف ده 1150. اوكي يبقى 1150. اوكي يبقى انا قلت للهايسز لما تشتغل اشتغل على الكيرف اللي سرعته 1150 ار بي ام. الهايسز اوتوماتيك كده خلاص بقى، الهايسز شغل الكيرف ده وطلع البريشر اللي طالع من الترومبا، لقيت ان البريشر هنا 5.74 بار. لو انت دخلت على الترومبا وبصيت على الافشنسي لقيتها 70% افشنسي، كده هو فعل الكيرف. طيب لو انت بقى دخلت على الترومبا هنا وجبت البلوت كيرف لقيت ان النقطه بالظبط واقعه على الكيرف ده. ماشي كويس. طيب ايه رايك لو انا جيت الضغط اللي داخل في السيستم في الاصل بدل ما هو كان 2.5 اللي هو الخط اللي في الاول خالص ده اللي هو الانيشال بريشر بتاع السكشن لاين كان 1 بار، لا انا هخليها بقى ايه 3 بار. ثلاثة خليت الضغط 3 بار. طيب استفدت ايه لما خليتها 3 بار؟ لما تيجي بقى تدخل على الترومبا على الطرد بتاع الترومبا هو خلى الضغط كام بقى؟ 7.74 مش 5.7، لا ده بقى 7.74. معنى كده ان الضغط اتغير لان الترومبا ثابت فيها دلوقتي هيد. طيب وبعدين ادخل جوه الترومبا اشوف الافشنسي، ماشي الافشنسي 70 ماشي اوكي. هرجع الوضع زي ما كان، نعمل تجربة تانية اخليها دي 1 بار زي ما كانت اوكي. وبعد كده دلوقتي هثبت، هشيل الاول هشيل السرعة بتاعت الصنبة، هشيل السرعة وهكتب الضغط اللي انا عايزه 5.7 بار. اوكي تمام كده الترومبا حسبت الافشنسي. طيب كويس قوي. لو انا غيرت الضغط ده ايه الوضع بقى بالنسبه لنا دلوقتي؟ لو انا غيرت 5.7 خليتها مثلا 8 بار، لا ده الافشنسي دلوقتي اتغيرت. طيب بلاش كده، لا احنا هنغير الموضوع اكتر من كده شويه. لو انا غيرت الفلو، لو انا غيرت الفلو بص بقى على الكيرفات، النقطه بتاعتنا هنا ضايعه في الكيرف بتاعنا مش واضح. طيب اخليها 5.7 زي ما كانت بار. اوكي ادي النقطه نزلت تحت تاني على الكيرف بتاعنا. هغير الفلو بدل ما هو 450 الف كيلو جرام في الساعه اخليها 500 الف كيلو جرام في الساعه. لقيت ان النقطه اتشفتت عن الكيرف، كده انا غلط، كده مش مظبوط، كده شغلي مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان انت دلوقتي شغال بعيد عن الكيرف. طب ازاي بقى اشغل الكيرف بتاعي؟ زي ما قلت لك ادي حريه للهايسز، احذف ضغط الطرد وثبت سرعه او ثبت كيرف. يبقى انا هنا هثبت 1100 مثلا و50، هتلاقي هنا ان النقطه اتشفتت على الكيرف. يبقى ساعتها انت هنا تقدر تجيب الافشنسي بناء على الكيرف، وتقدر تجيب الضغط اللي طالع من الترومبا بناء برضو على الكيرف هنا 5.4 بار. طيب
الموضوع طبعا يعني ايه لطيف شويه لو انت عملت الموضوع ده، تبدا ان انت تجرب مع نفسك شويه، تضيف السرعه شويه، تشيل السرعه شويه، تحط الضغط شويه، تشيل الافشنسي تحط الافشنسي زي ما انت عايز، وتشوف بقى التاثير بتاع كل حاجه، والفلو طبعا تغير في الفلو، وتشوف التاثير على الكيرفات بتاعه الترومبا، وتشوف الوضع ماشي ازاي. بس اللي انا عايز اوصله لك من الويبنار الاول والويبنار الثاني، ان احنا قدرنا ان احنا نوصل بالهاند كالكوليشن كل الحسابات اللي الهايسيز بيشتغل بيها. اخر اوبشن هنا اللي هي الاكتن از تربن. الترومبات بتاعتنا في الهايسيز بترفع ضغط، يبقى في ضغط قليل بعد كده ترفع ضغط، بتزود الضغط. طيب اوقات بيكون في تربينات في الصناعه، التربينه ليكويد مش تربينه غاز، يعني زي مثلا التربينه بتاعت السد العالي، تربينه السد العالي دي ليكويد، بيدخل ميه يطلع ميه. ازاي تعمل سيميوليشن للتربين ليكويد على الهايسز؟ ان انت بتاكتف الجزء ده، بتاكتف الترومبا از تربين. لما تعمل الترومبا از تربين يبقى ساعتها تقدر ان انت تخلي الترومبا داخل لها مثلا 10 بار ويطلع منها 2 بار، ويبقى الترومبا سولفيت من غير اي ايرور، وتبقى الدنيا كويسه. وساعتها الطاقه اللي هتطلع هنا دي، الانرجي دي مش هتبقى انرجي بالبوزيتيف زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي، انرجي بالبوزيتيف 85 كيلو وات، لا دي هتبقى انرجي بالنيجاتيف، لان دي طاقه مش داخله للترومبا، دي طاقه خرجت من الترومبا. اوكي انا دلوقتي خلصت، هوقف، لو حد عنده سؤال يتفضل.